كلمتين وبس. أخبار فتاة. قطرات الندى. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وخلوني أروح أصبح على زميلتي جمانة. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا عبد الصمد، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. دايما بنحاول نبدأ معاكم صباح الخير يا مصر كده بحاجات إيجابية، واحنا في الأوقات اللي فاتت كورونا بقى وأخبار كتير، ودايما كان بقى فيه أخبار بتقلقنا وبنبقى قلقانين، بس دايما بيكون يعني زي ما بيقولوا كده في حاجات بسيطة في النص ممكن تبسطنا، حاجات يمكن صغيرة جدا ممكن تخلي يومنا أحلى وألطف. يعني خلينا نعرف من حضراتكم كده طبعا من خلال بقى سؤال حلقتنا النهاردة، هو إيه أبسط حاجة ممكن تخلي يومكم أحلى؟ بس أروح أسأل عبد الصمد بقى نعرف منه إيه أبسط حاجة ممكن تخلي يومك أحلى؟ يعني أنت قلتي في حاجات بسيطة بتخلينا نكون مبسوطين، أعتقد ما فيش أحسن من بداية اليوم اللي أنت تشوف الناس اللي بتبتسم على الصبح. الابتسامة يا جماعة، يعني ما فيش أفضل من الابتسامة، اللي أنا أبدأ اليوم كده الصبح باللي أنا أشوف ناس وشوشها بشوشة وشوشها بتضحك، دي أكتر حاجة بتبسطني يا جمانة. ويمكن في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني تخيلي وأنت بتبتسمي حتى كمان في وش اللي قدامك أنت يعني بتعملي طاعة وبتعبدي ربنا من خلال ابتسامتك في وش اللي قصادك. طبعا في حاجات تانية كتير بقى طبعاً. جبر الخواطر، اللي انت تبداي يومك برياضه، بس انا شخصيا بحس بتفاؤل، بحس ان اليوم النهارده هيظبط معايا لما الاقي ناس كده بشوشه على الصبح. انت ايه اكتر حاجه بتبسطك وتخليك؟ بص، انا موضوع الوش البشوشه الصبح ده الحقيقه بيفرق معايا جدا جدا، بس انا يعني في حاجات بقى تانية ممكن تخلي فعلا المود كده، ممكن تبقى احيانا كمان ببقى مثلا مش متضايقه بس مودي مش احسن حاجه، بس حاجات بسيطه كده فعلا بتفرق معايا جدا. انا بحب المزيكا جدا، وممكن لما اسمع اغنيه حلوه مثلا وانا في الطريق او حاجه بتبسطني جدا. ممكن اكله حلوه، يعني لما اكون ده على جنب دي ما فيهاش كلام، عارف لما اكون جعانه قوي انا من الناس اللي بتعرف بتتضايق لما بجوع بتعصب كده شويه. شفت ده يعني مش لازم تحرجني. شفت ده. فلما باكل اكله حلوه عامه، حاجه حلوه دايما، لما بشوف مواقف حلوه بين الناس كمان في الشارع، حتى لو انا ماليش يد فيها او مش يعني ماليش اي علاقه بيها، بس لما بشوف مواقف حلوه بين الناس، حد بيساعد حد او اي حاجه، فعلا عارف تفكرنا دايما ان الدنيا لسه بخير، لسه في بركه. بالظبط، انا بتفرق معايا قوي الحاجات دي، وهي حاجات بسيطه جدا. طبعا يعني جبر الخواطر ده مش حاجه بسيطه، جبر الخواطر ده حاجه صحيح. كبيره جدا وقيمه كبيره جدا حقيقه. انا تحديدا كمان الجزئيه اللي انت قلتي عليها دي يا جمانه بتفرق معايا كتير قوي، لما اشوف شاب بيساعد راجل كبير، مش مساعده ماليه، بيساعده في تعديه شارع، شافه. يعني من اكتر الحاجات اللي يمكن فقدناها فعلا، كان زمان عندنا قيم وعادات وتقاليد اتربينا عليها، انا شايفها ابتدت اللي هي تندثر شويه. فكره لما كنا بنركب وسيله مواصلات المترو، كنت تلاقي راجل كبير واقف كان الشاب بيبقى موجود يقوم له عشان يقعده. الحاجات دي بتفرق جدا، مش لازم حد كبير، دايما كنا بنشوف دي يعني بالظبط ست او راجل كبير بتلاقي فيه الشباب عارفه اللي هو يقوم عشان يقعده. للاسف دي في بعض يعني وسائل المواصلات دلوقتي، لو انا ركبت مترو او حاجه بقالي كتير طبعا ما ركبتوش يعني للاسف، بلاقي ده مش موجود، بلاقي الشاب قاعد ولا كانه انا خدت مكاني خلاص. بس عارف اقول لك على حاجه برضه، يمكن انا شفت مواقف زي دي، بس في يمكن احيانا بتذكره بسيطه فعلا بيقوم وبيقعد الراجل الكبير او بيقعد البنت او بيقعد الست، يمكن بس احنا محتاجين نكرر وناكد على ده بالزبط. بس المهم ان بيبقى فيه استجابه. ممكن تكون بعض العادات او بعض السلوكيات اختلفت، او يعني حسب طبعا انه يمكن في السوشيال ميديا حاجات كتير المتغيرات جداً. مش هننكر لا مش موجوده، هي موجوده بس ما بقتش بالشكل اللي ظاهر قوي زي زمان. بالظبط، عارفه الحاجات الجميله بتاعتنا بس احنا. هقول لك حاجه كنت لسه بفكر فيها والله من كام يوم، انا فعلا بقالي فتره لما ببقى واقفه مثلا في شارع زحمه او يعني شارع فيه عربيات كتير جدا جدا جدا، بشوف امناء الشرطه الحقيقه دايما بياخدوا على عاتقهم ان هم يعدوا الناس، اطفال ستات او حتى رجاله كبيره. انا شفت الموقف ده اكتر من مره، ويعني في خلال كمان ايام ورا بعض متعاقبه في اماكن مختلفه،
فدي انا برضو زي ما بقول لك ببسط من الحاجات دي، بحس ان هي يعني لا في حاجات حلوه كتير. فاكره مع دخله كورونا، بما انك بداتي الحلقه في ان كان في كورونا بتهيمن فنطلع بحاجه حلوه، مع بدايه كورونا لو تفتكري كان في موجه الطقس غير المستقره. في الموجه دي تحديدا شفنا الشباب لما كانوا بينزلوا بالعربيات ال 4x4 ويبتدوا اللي هم يزقوا او يقطروا العربيات اللي وقفت في المطره، دي حاجه من الحاجات الحلوه برضو اللي تخليك تحس ان لسه في خير، الدنيا كويسه. لسه في خير ولسه فينا خير الحقيقه. بس دايما زي ما بقول لك حتى لو حصل بعض التغيرات دايما بتذكره بسيطه بنرجع لاصلنا. صحيح، دي حقيقه. وبعدين زي ما بقول لكم كده فكره الـ 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 السؤال كمان عن ابسط حاجات ممكن تخلينا مبسوطين او تخلي يومنا احلى. في ناس بتعتقد انه لازم حاجة كبيرة تحصل أو لازم حدث كبير يحصل أو لازم تجيلي هدية كبيرة جداً عشان أتبسط. خالص، هي فعلاً فعلاً يمكن التفاصيل البسيطة، مش المادية بالضبط، التفاصيل البسيطة في كل حاجة. ودايماً الهدف من كل حاجة أو المشاعر اللي ورا كل حاجة هي اللي بتفرق بشكل أكبر. فخلينا نعرف من حضراتكم كده إيه أبسط حاجة ممكن تخلي يومكم أحلى، إيه أبسط حاجة بتفرق معاكم. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، وأكيد مستنيين إجابات حضراتكم اللي استعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة ونقول صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. طيب نصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح لمنة عشان نعرف منها إجابتها على السؤال ونعرف كمان منها آخر أخبار الطقس والمرور. منة صباح الخير عليكي. صباح الخير يا جماعة. وإحنا بنبتدي كده يومنا على الصبح، وقلنا إيه أبسط حاجة ممكن يعني تخلي يومك أحلى. صباح الخير يا أحمد وصباح الخير يا جوانا. إن أنا أصحى براحتي، إن أنا ما أصحاش مخدودة، إن أنا ما أصحاش متأخرة، الحاجات دي بتفرق معايا جدا. براحتك زي النهاردة كده يعني. والله على فكرة إحنا خلاص ساعتنا البيولوجية ظبطت على فكرة على مواعيدنا دي، يعني من غير أي منبهات أو حاجة الواحد بقى بيصحى في ميعاده. لكن أنا شخص بحب الروتين جدا، فأنا بحب حتى أيام الدراسة بحبها أكتر من أيام الأجازة. بحب إن اليوم يبقى مرتب جدا، أبقى صاحية عارفة اليوم هيبتدي إزاي، وببقى حابة إن أنا أبقى عندي تفاصيل اليوم كده من أولها، فلما ببقى عارفة اليوم هيبقى ماشي إزاي بيفرق معايا جدا. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة كده في أحوال الطقس النهاردة. الجو النهاردة هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكمان هيكون في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 26 درجة، والأقل هتكون في السلوم 17 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نتحول من الطقس للمرور ونشوف أماكن مختلفة في مصر أخبار الزحمة فيها إيه. هنبتدي جولتنا من محافظة القاهرة. نفق الأزهر احنا ده هنبتدي بيه النهاردة، هنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطة في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. وبعدين هنلاقي بعض الكثافات ممكن تظهر أعلى كوبري أكتوبر للي جاي من رمسيس وغمرة ولغاية مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة وكمان العكس. هنلاقي بتظهر كمان كثافات متحركة في المسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. لو بصينا عند الأوتوستراد هنلاقي بعض الكثافات المرورية النسبية هتزيد بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان وللمعادي والمقطم، وبرضو هنلاقي بعض الكثافات البسيطة في الطريق. لو بصينا برضو كمان على كوبري أكتوبر هنلاقي فيه كثافات مرورية للسيارات للي جاي من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي. لو بصينا على ميدان التحرير أو المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر واللي بيوصل لغاية المنصة هنلاقي فيه بعض الكثافات، وهنلاقي كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري، كلها في حدود الوقت اللي احنا متعودين فيه، يعني مفيش حاجة غير اعتيادية. خلينا نروح لمحافظة الجيزة. الخريطة هنلاقي فيها مكسوة باللون الأحمر أكتر بكتير من محافظة القاهرة. هنبتدي من شارع السودان، احنا شايفين فيه سيولة مرورية، هنفضل ماشيين في شارع السودان لغاية ما بنوصل لغاية جامعة القاهرة وعند كلية الآثار هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة. لو بصينا هنا هنلاقي الدقي فيها بعض السيولة المرورية، أو هنلاقي فيها بعض الكثافات وبعدها بنلاقي سيولة لغاية
لغايه كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وهنلاقي بعدها كثافات على محور صفت اللبن للمتجه للطريق الدائري وصولا لشارع السودان، لكن نقدر نقول ان الكثافات دي كثافات متحركه مش هتاثر جدا على الحركه. عندنا طريق بديل اللي عايز ياخده محور عرابي للي جاي من الدائري ورايح المهندسين او الدقي، وبرده عندنا كوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني هنلاقي فيه بعض الكثافات. لو بصينا عند محيط ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي هنلاقي بعض الكثافات، وده طبعا بسبب اعمال انشاء نفق ميدان النهضه. عايزه بس افكر حضراتكم ان مطلع الدائري للي جاي من المنيب اتفتح من 3 ايام بعد ما كان مغلق لمده 21 يوم، واكيد ده سبب انفراجه مروريه شديده. هنكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية. زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة الموجودة في محيط كوبري ستانلي، هنلاقي كمان كثافات متقطعة عند الإشارات في طول الكورنيش، وده طبيعي عند الإشارات، وبعد لما الإشارة بتفتح الأمور بتبقى أسهل بكتير. لو بصينا بقى على الشوارع الجانبية هنلاقي سيولة مرورية نسبية. الطريق المؤدي للجامعه هنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطه، لكن طبعا هتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه، وده وسط تواجد خدمات مروريه مكثفه عشان تسهل حركه سير السيارات وتمنع التكدسات في جميع الشوارع الرئيسيه. خلينا نروح أسوان اللي عندها أكتر من ميزة، جو معتدل، رطوبة قليلة، وكمان سيولة مرورية شديدة. هنبتدي من ميدان السادات وتحديدا منها عند ميدان السادات وتحديدا رئيس الملايكة ميخائيل، هنشوف مع بعض شارع كورنيش النيل. احنا شايفين سيولة مرورية ممتدة على طول الطريق، يمكن نلاقي بعض الكثافات المتحركة عند منطقة الفنادق. بعد لما بنعدي هذه المنطقة بنلاقي سيولة مرورية تامة. اجمالا مفيش اي حاجه غير اعتياديه النهارده سواء في الجو او في الطرق. خلينا نروح على طول نبتدي الحلقه مع احمد ومع جمان. اتفضلي يا احمد واتفضلي يا جمان. اشكرك يا منى، شكرا جزيلا، وهرجع لك مره ثانيه طبعا على مدار الحلقه. شكرا. شكرا يا منى. طيب خلونا نبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر، ودايما زي ما احنا متعودين بنبدا بالاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، وكالعاده اهمها الاخبار اللي حصلت امبارح اللي منها زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبروكسل للمشاركه في القمه الافريقيه الاوروبيه. كمان رئيس الوزراء اكد ان مشروعات النقل بتحظى باهتمام ومتابعه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا وجه بتخصيص شقق للموظفين بالعاصمة الإدارية في أول مارس القادم. معنا إيه تاني يا جمانة؟ أيضا معانا رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المشروعات اللي تم تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان مركز إصلاح وادي نطرون استقبل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وزارة العدل، وأخبار تانية كتير، لكن البداية مع أحمد. تفضل. شكرا لك يا جمانة. أول أخبارنا النهاردة الخبر الخاص بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح للعاصمة البلجيكية بروكسل، وده للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، واللي هتنعقد على مدار يومين في 17 و18 فبراير بمقر الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة بقيادات الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء الدول والحكومات للتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا، حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل. وكذا الجالية المصرية. تحيا مصر.
طبعا هنتكلم أكتر عن هذه القمة، قمة الأوروبية الأفريقية طبعا، وأيضا مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رامي زهدي خبير الشؤون الأفريقية خلال الحلقة. فابقوا معنا عشان نتكلم أكتر عن هذه القمة. خلينا ننتقل لخبر آخر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع أمس تابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، وقال الدكتور مدبولي أنه مشروعات وزارة النقل بتحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة من السيد الرئيس، خاصة مشروعات محاور النيل وتطوير ميناء دمياط وتطوير السكك الحديدية، ده غير مشروعات القطار السريع والمونوريل، لأنه ده هيسهل حياة المواطنين وتنقلاتهم، أيضا هيوفر بنية أساسية داعمة للاستثمار. يمكن فكرة مشروعات النقل دي تحديدا يا جمانة فيها اهتمام كبير وتوجيه زي ما انت ما قلتي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هي منظومة متكاملة بتتعمل اللي هي منظومة النقل الذكي ATS، والمنظومة دي هتنفذ في 7 طرق يعني كمرحلة أولى، هي مصر اسكندرية الصحراوي، إسماعيلية الصحراوي، شبرا بنها الحر. ليه بنتكلم هنا تحديدا على الطرق؟ يمكن في ناس دلوقتي عندها مشكلة من دائر المعادي لان طريق واقف، ناس بتقعد كتير قوي، لكن ما هو ده طبيعي لان بيحصل دلوقتي توسعه وفي زي ما احنا شايفين كباري هتيجي الانفراجه بعدها. يعني ما اعتقد، يعني كنا زمان بنشوف اكتر الناس كانت بتبقى متضايقه اكتر، حتى كنا بنتابع ده على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اعتقد دلوقتي يعني السخط ده ما بقاش زي زمان. صحيح. الناس بقت متفاهمه، عارفه ان في خلال وقت قريب جدا دي هيحصل انفراجه وهيبقى في فرق، لانه احنا شفنا ده مصر الجديده كانت بدايتها عامله زي النهارده، بقى في انسيابيه وفي سيوله مروريه. يعني ما ينفعش نطور منظومه نقل من غير ما نطور كمان طرق وكباري. لا، وهتبقى منظومه يعني نقل عالميه يعني في تكامل فيها في كل يعني الطرق ما بين بعضها البعض. لسه مستمرين في اخبار مجلس الوزراء، لان دكتور مصطفى مدبولي امبارح تابع اجراءات تخصيص الوحدات السكنيه للموظفين اللي هينتقلوا للعاصمه الاداريه الجديده، وقال ان في تكليفات من السيد الرئيس بسرعه انهاء هذه الاجراءات، ووجه رئيس الوزراء بان اجراء التخصيص يبدا في اول مارس اللي جاي علشان الموظفين يدفعوا المقدمات ويستلموا الوحدات الجديده، ويكون في شروط في العقود بتمنع التصرف في الوحدات سواء بالبيع أو الإيجار، لأن دي وحدات مدعومة بشكل كبير من الدولة لسهولة عمل الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة. خلونا نروح ونتابع معاكم لسه أخبار مجلس الوزراء، لأن امبارح دكتور مصطفى مدبولي تابع كمان الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بيتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ المشروعات، وده وفقا للجداول الزمنية ومراعاة أقصى معايير الجودة فيها، ده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة إن المشروعات دي بتساهم في رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمحافظات اللي بيتم فيها تنفيذ مشروع حياة كريمة. ايضا اعلن الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس امس انه نسبه انجاز الاعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناه بلغت 14% باجمالي معدلات تكريك حوالي 11 مليون متر مكعب من الرمال المشبعه بالمياه، وقالوا ان الفتره اللي جايه هيتم ضم عده كركات للعمل بالمشروع عشان يتم الانتهاء منه خلال المده المقرره وهي 24 شهر، وده تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو عن استقبال مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لوفد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل. خلونا نتابع التقرير ده. تتواصل الأصداء الإيجابية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة إنسانية فريدة تراعي حق النزلاء وتقوم سلوكياتهم وتؤهلهم على أسس علمية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل لمشاهدة مرافقه المختلفة. أكثر ما يحتاجه النزيل أثناء قضاء فترة العقوبة هي رعاية طبية لائقة، فالمركز هنا به مركز طبي متطور يوفر لهم رعاية طبية فائقة بتجهيزاته المتطورة التي اطلع عليها الحضور. النهاردة في حالة انبهار كامل، لأنه ما قدم لنا من الإعلام
شيء، والواقع اللي احنا لمسناه النهارده بشكل يعني ملامس طبيعي، يعني امر مختلف تماما جدا جدا جدا. شو يعني جهد مشكور للسيد وزير الداخليه ووزاره الداخليه والمجتمع كلها في قطاع الحمايه المجتمعيه. إنشاء المركز واكبه تطويراً في برامج التأهيل والإصلاح التي وضعها الخبراء والمختصون لتقويم سلوكيات النزلاء وإثقال مهاراتهم الفنية المتنوعة والحرفية، جنباً إلى جنب مع إكسابهم مهارات حرفية في الورش المختلفة داخل المركز، حيث قام الوفد بجولة لمعرفة التطبيق العملي لتلك البرامج التي تسهم في الارتقاء بمهارات وسلوكيات وثقافة النزلاء لمساعدتهم في الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم. هذا الصرح طبعا شيء يستحق التوقف والتقدير والإعجاب، أن يتم كل هذا في هذه المدة القياسية. الملحوظة الثانية أن احنا بهذا المركز وبحكم تخصص العلمي كأستاذ القانون الجنائي فيها تدشين لمفهوم جديد للفكر العقابي في مرحلة تنفيذ العقوبة. وقد شاهد الحضور منطقة الزراعات والإنتاج الداجني والحيواني ومنتجاتها التي يتم عرضها عبر منافذ مجهزة بجوار المركز وتتسم بجودة عالية. هذا التطور الجديد الذي نعيشه على أرض مصر، مصر الجديدة، والذي يعكس لمسة حضارية وإنسانية، من حق مصر أن تفاخر بها وأن تباهي العالم بهذا الإنجاز الحضاري. وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل التي أنشأتها وزارة الداخلية وضم قاعات محاكمة متطورة منظومة متكاملة حديثة للإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتيح للمفرج عنهم فرصة جديدة للحياة. زيارات متتالية لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة في إعداد وتأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم عقب الإفراج عنهم، يشاهدوا مرافق المركز المتطورة التي تستخدم في التأهيل والرعاية والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخراً. من أمام مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، النهاردة المركز المصري للدراسات الاقتصادية هيعمل ندوة إلكترونية لإعلان نتائج تحديث البيانات الخاصة بالوظائف المطلوبة لسوق العمل في عدد من المجالات. النهاردة كمان الإدارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ هتبدأ استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية، وهتستمر في فترة تلقي التظلمات لحد يوم 8 مارس اللي جاي. النهاردة كمان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم هتقطع المية عن مناطق مركز طمية بالكامل، المنطقة الصناعية بكوم أشيم ومنشية طنطاوي ومنشية بني عتمان وتوابعهم لمدة 24 ساعة من 7 الصبح النهاردة والحد بكرة لغاية الساعة 7 الصبح، يعني 24 ساعة، وده بسبب أعمال الصيانة الطارئة. مرحبا بحضراتكم من جديد، وده دلوقتي كده معدنا مع الأخبار الخفيفة واللطيفة يعني من مختلف أنحاء العالم. هنبدأ من مطعم روسي. في مطعم روسي زواره بيتنافسوا على حاجة غريبة قوي، بيتنافسوا بمسابقة أكل أطباق رامن. رامن دي وجبة يابانية مشهورة، هي عبارة عن طبق مكرونة عليه صلصة صويا وأنواع مختلفة بقى من اللحوم البيضاء أو الحمراء. بس إيه بقى قوانين المسابقة دي؟ قوانين المسابقة هي أننا ممنوع نستخدم الشوكة، كل اللي مسموح لنا هو ان احنا نستخدم المعلقه او العيدان الصينيه الخشبيه اللي احنا بنشوفها يعني. ودي يمكن هي دي بقى صعوبه الموضوع، دي العقده اللي بتخلينا ما نعرفش نخلص الطبق بسرعه. فزي ما حضراتكم كده شايفين هي الناس واقفه بتحاول تخلص طبقها بسرعه. ايه رايك في الموضوع ده يا صمت؟ انا شايف يعني انا لو انا هعمل الموضوع ده هحس بملل، مش هشبع، انا باكل عشان اشبع. يعني انا مش عارفه بجيب معلقه كبيره كده. صعب قوي موضوع مسابقه الاكل دي، مين يخلص اسرع؟ لو تاكلي سباكيتي بالمعلقه، فاهم؟ مش عارفه، مش ممكن يستخدموا ايديهم مثلا؟ بس خلي بالك ان هم بيقربوا قوي من الطبق، فالموضوع سهل. لا بس بص، يعني انت لو في مسافه ما بينك وبين الطبق انت مش هتلحقي اصلا. العيدان دي صعبه اصلا قوي، بس هنا بياكل اغلبهم بالمعالق، يعني فالموضوع سهل. بس برضه سباكيتي بالمعالق صعبه جدا. ده حقيقي، يعني الموضوع صعب مش سهل على فكره. بس انا شايفه يعني في قد يبدو في الصور سهل. بالظبط.
التجربة المخدع. التجربة هي اللي هتقول بقى. طيب نروح من روسيا لنيوزيلندا، ويمكن دايما في شاكة يقول لك ايه الست المصريه قويه وبتقدر، لا والله ظالمينها والله الخبر ده هيقول لك ان احنا ظالمينها اطيب ستات والله في الدنيا. طيب في نيوزيلندا تحديدا في واقعه غريبه جدا حصلت على السوشيال ميديا هناك، ويعني بيتم تداولها بشكل غير عادي. الواقعه دي بتقول ان سيده ايرلنديه عايشه في نيوزيلندا عرضت جوزها للبيع على موقع من مواقع المزادات في مزاد علني، بعد ما سابها لوحدها في البيت لمدة يومين مع أطفالها وخرج في رحلة صيد. السعر المبدئي اللي حطته على الموقع كان 25 دولار، وكتبت مواصفات جوزها وقالت إن هو طويل وعنده 37 سنة وأليف وبيحب الصيد وغير قابل للاسترجاع، يعني اللي هياخده خلاص بقى مش هترجعه خلاص. بس الغريب في ده يعني ان هما الاثنين خدوا الموضوع بشكل عارفه انت فاني كده، كانوا بيتابعوا بشغف بقى تعليقات الناس والسعر هيوصل لكام. هو وصل 25 دولار المزاد اتفتح بكده، وصل ل 100 دولار. انا عايز اعرف مين طلب يشتري اساسا. بقول لك وصل ل 100 دولار، يعني ده ايوه مين بقى يعني مين اللي عمل كده؟ مين بس عارفه انت اللي هو يعني ناس قلبها احنا رجعنا العبيد بقى. ترجع بقى ترجع لسبب الموضوع ان هو غاب يومين عن البيت. يومين اتنين بس. والله لازم هنا عندنا بيخرجوا عادي بالاسبوع وبيرجعوا عادي على فكره، ويرجع يتخانق مع الست، فاهم يعني الموضوع عادي جدا ما فيهاش مشكله. يعني ايه المشكله؟ بس كوميتمنت حاجه. انت عارفه اللي وقف المزاد ده ايه في النهايه؟ مش هم يعني مش الزوج والزوجه، ده هو الموقع نفسه اللي هو الخاص بالمزادات اكتشف بعد يومين من عرض الخبر عليه او المزاد عليه، يعني اكتشف ان هو بيتنافى مع البوليسي او السياسه الخاصه بالموقع في الاتجار بالبشر. بس يعني يا فكره هو صنفوا كده فموقفوا لهم في الاخر. نقول الحقيقه هي ما كانتش هتبيعوا يا جماعه ولا حاجه، مفيش حاجه خالص. كان هيرجع بقول لك ان هما الاثنين بيتابعوا عارفه الموضوع يعني بشغف كده وفن يعني بنضحك بنلعب عادي يعني مفيش حاجه يعني ما ناخدش الموضوع على كرامتنا قوي. طب خلينا نروح لخبر اخر. في عدد كبير من نشطاء سوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا يعني مقطع فيديو لطيف جدا من داخل احدى المدارس الامريكيه. الفيديو ده فيه ايه؟ فيه ظهر فيه الاطفال وهم بيحتفلوا وبيهللوا بعد ما المدرسة أو المدرسة بلغتهم بقرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات للحماية طبعا من فيروس كورونا. زي ما احنا شايفين كده مع حضراتكم يعني الأطفال قد إيه مبسوطين، والمدرسة بتاعتهم بتقرا لهم القرار وبتقول ابتداء من بكرة مفيش ماسك أو مفيش كمامة. وهنا بدأت الأطفال بقى زي ما احنا متابعين كده تصرخ وترقص تعبيرا طبعا عن فرحتهم. يعني الخبر السعيد تخيلوا ما أطفال سنتين مكبوتين، فالحمد لله هنشيل يعني طبعا في خطورة من فكرة اللي احنا نرفع التباعد الاجتماعي والكمامات والكلام ده دلوقتي، لكن مشاعر الأطفال مشاعر صادقة 100%. دي حقيقة فعلا. يعني أعتقد إنه اليوم اللي هنلاقي فيه إلغاء إلزامية ارتداء الماس أو الكمامات دي في العالم إن شاء الله طبعا بناء على انتهاء يعني أزمة فيروس كورونا، أعتقد دي مشاعرنا كلنا. كلنا هننزل في الشارع، ننزل نجري في الشارع. يعني فعلا كلنا هنتبسط وكلنا هتبقى يعني ممكن نعمل أكتر بكده. بس شفت أطفال يعني حتى صغيرين ممكن ما يكونوش مدركين بصعوبة الموضوع قوي. في قيود خلي بالك الطفل بطبيعته بيحب الحرية. فهو حاسس اللي هو مقيد سواء كان في ماسك أو مقيد في كمام يعني في الجلافز مقيد عارفه في حاجه مكتفاه وبيحب يلعب يعني بس كده حاجه يعني بص اللي احنا شفناهم سنهم صغير قوي فممكن الطفل يعني بيفهم المفاهيم اللي بنتكلم فيها حريه من خلالنا احنا، فممكن ما يكونش مدرك قوي فكره انه الحياه من غير ماسك عامله ازاي بالحياه بماسك، ممكن ما يبقاش مدرك قوي. بس فكره انه في حاجه شكل صاحبه اتغير بالظبط، في حاجه مضايقاه برده يعني هي مش سهله. خلينا نعترف بده ان فكره ارتداء الماسك هو مش انت اللحظه دي لو جت انت هتعملي ايه؟ والله بقولك اكتر منهم صدقني. بس يعني على اي حال ربنا ان شاء الله يقرب اليوم ده ونتخلص من فيروس كورونا يعني عالميا باذن الله. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. استنوا خلونا نروح وناخد إجابة السادة المشاهدين على سؤال الحلقة، واللي بيقول إيه أبسط حاجة ممكن تخلي يومي أحلى. أول تعليق معانا من الأستاذة جيهان محمد، بتقول صباح الخير أحمد وجمانة ومنا وعليكم جميعا، مفيش أحسن من ابتسامة بشوشة من القلب وكلمة حلوة ونكتة لذيذة بتخليني أضحك من قلبي حتى وأنا مش قادرة أضحك.
في كمان علاء هارون ده صديق البرنامج الحقيقة. أستاذ علاء صباح الخير عليك، قول صباح الخير على أحلى ألميين، صباح الخير ونشكر حضرتك طبعا. أحلى حاجة تخليني مبسوط هي دعوة أمي ليا كل صباح، ربنا يحفظها يا رب. وحاجة تاني أني أشوف الدكتورة جوبانا وأستاذ أحمد، ربنا يخليك. وكمان بيبسط جدا لما يشوف برنامج صباح الخير يا مصر، ربنا يحفظكم انتوا كل شغالين في برنامج صباح الخير يا مصر. مشكورك يا استاذ علاء، وصباح الخير يعني ويخليك لينا دايما ويديم متابعتك لينا. ربنا يخلي لك طبعا والدتك يا رب. طيب معايا تعليق من التعليقات الحلوه بصراحه اللي عجبني، بيقول لك احمد مصطفى بيقول لك صباح الخير عليكم، احلى حاجه تخلي يومي احلى اني ابدا يومي بصلاه الفجر، عارفه اللي هي البركه بقى اللي بتستمر بقيه اليوم. طبعا طبعا. طيب في طائعة الرحمن بتقول صباح الخير عليكم، أنا بفرح على الصبح لما بفتح القناة الأولى، متعودين على كده كل يوم، وبتتبسط كمان أكتر في لما بتشوف بيكون في ماتشات كرة. كرة بتوحد الناس معروفة يعني. طيب خلينا نشوف منون طه بتقول أبسط حاجة إني أقوم من النوم أشوف ابتسامة أمي ودعاها ليا ورضاها ليا، وأشوف أبويا وبكل ابتسامة علاء على وشوشهم، وهو ده بقول يعني بقول روح يا ابني لها. المفروض يعني هي بتقول بيقولوا لها يعني هما بيقولوا لها مش بقول اللي في بالك اللي في بالك يعني. ربنا يبارك لك فيهم طبعا ويديم وجودهم في البيت نعمه طبعا ويبارك فيهم يعني. اللهم امين طبعا. في كمان الكاتب اسامه محمد فهيم، صباح الخير عليكم. صباح الخير يا فندم، ابسط حاجه اني اصحى من النوم اجد والدي الحاج محمد فهيم في صحه جيده، وكمان لما اروح شغلي كمدير مدرسه واجد المعلمين عندي وجوههم مبتسمه حتى بفطر وانا سعيد. تحياتي الاستاذ اسامه محمد فهيم، يعني صباح الخير على حضرتك طبعا. زي دي يمكن النقطه اللي كنا بنتكلم فيها انا وانت الصبح يا بصمت، فكره البشاشه وابتسامه الوجوه على الصبح. صحيح. يبقى خلينا نروح لاحمد السندوبي، بيقول ضحكت بنتي اروى احمد السندوبي لانها من الحالات الخاصه بالتخاطب، ورضا ربي بحسها في تقبل لبعض يعني لا ملخبط شويه، بس هو بيصبح على بنته وبيصبح علينا كمان. بحسها في تقبل من ربنا لبعض الطلبات بسبب وجود بنته. بس دي لخبطه في النوع ده تحديدا من الاطفال ذوي الهمم، انا بحس ان وجودهم في البيت فعلا بركه، يعني تحس ان ربنا موجود، دعاهم ومشاعرهم صدقه طالعه من القلب يعني، وده اللي احنا كنا بنشوفه وبنلمسه في كل المؤتمرات اللي بتتعمل الخاصه بقادرون باختلاف وغيرها. مشاعر صادقه 100%. عندنا تعليقات كتيره جدا يا جمانة الصراحه، بس هي معظم التعليقات يا عبد الصمد عن الابتسامه التفاؤل. وعن التفاؤل. طب يا جماعه ما الموضوع بسيط اهو، طب ما نبتسم وش بعض يعني، الموضوع سهل وبسيط ومش مكلف ومش محتاج اي حاجه، بالعكس يعني خلينا ناخدها كده عاده، نبتسم في وش بعض الصبح حتى لو كنا متضايقين، ظروفنا صعبه، خلينا نهونها كده على بعض. بص يعني اكيد هنتابع التعليقات دي على طوال الفتره لحد الساعه 10 الصبح. خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا منى الشرقاوي ونعرف منها اخبار الطقس بالتفاصيل. صباح الخير يا منى مره ثانيه. صباح النور يا احمد، النهارده الجو لطيف وفي ارتفاع مستمر في درجات الحراره، انت بتحب الجو ده؟ انا بحب الشتاء بس مش الشتاء قوي يعني. الجودة اللي احنا فيه ده بالظبط. زمان على جنبي زعلانه مننا، خلي بالك يعني. انا ليه؟ لا انا بحب الشتاء جدا. شتاء؟ طب كويس. لا طيب كلنا هنا ثلاثه شتاء اهو. صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد، النهارده في ارتفاع مستمر في درجات الحراره، والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومائل للبروده على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء والسواحل الشماليه الغربيه، وهيكون مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده، والنهارده في شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 20 والصغرى 10، مطروح 18-11، بورسعيد 18-10، الإسماعيلية 19-9، الإسكندرية 18-10، سيوة 19-6، دمياط 18-10، والسويس 20-9.
العريش العظمى 18 والصغرى 9، طابة 21-14، الغردقة 22-14، بني سويف 21-7، كاترين العظمى فيها 19 والصغرى 2، شرم الشيخ العظمى فيها 23 والصغرى 14، الفيوم 21-6، المنيا 21-7. لو بصينا على أسيوط هنلاقي فيها العظمى 21 والصغرى 7، قنا 23-9، أسوان 25-10، شلاتين 25-11، سوهاج 22-8، الأقصر 25-9، الوادي الجديد 26-8، وحلايب العظمى فيها 22 والصغرى 11. احنا كده عملنا استعراض مبدئي لدرجات الحرارة، خلينا نرجع تاني لأحمد والجمانة نكمل باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا لك يا منى. شكرا. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع مهم، والحقيقة في عدد من المؤسسات بتشتغل بشكل مكثف على مواجهة أزمة الغارمات، زي مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر واللي بيساعدوا في فك كرب الغارمات بتسديد ديونهم، كمان بيقوموا بدور توعوي واجتماعي مهم وتمكين السيدات اقتصاديا عشان يقدروا ان هم يواجهوا متطلبات الحياة. منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تعمل على تقديم الحلول والمساعدات للغارمات اللائي أجبرتهن ظروف الحياة على تحرير إيصالات أمانة وفشلهن في السداد، وتضافرت جهود الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بخصوص تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين. وكذلك التنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شؤون الزواج. وأطلقت الدولة حملات توعوية بخطورة الظاهرة وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة التي دفعت آلاف السيدات خصوصاً المعيلات إلى الاستدانة. وكثف صندوق تحيا مصر من جهوده في مواجهة الظاهرة من خلال المشاركة في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن من خلال سداد ديونهن واتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص. وتم الإفراج عما يقرب من 6400 غارم وغارمة ضمن هذه المبادرة بمساهمة من صندوق تحيا مصر وصلت قيمتها ل 42 مليون جنيه. ٤٢ مليون جنيه كان ده دعم من صندوق تحيا مصر ليعني خروج الغارمين والغارمات من السجون المصرية أو لوقت الحماية المجتمعية حاليا بقى بعد منظومة السجون الحديثة اللي تم إنشائها في وادي النطرون وبدر. لكن الأهم من ده يا جمانة مش فكرة الفلوس اللي بتدفع ونخرج الناس، لأن هو سلوك. هو للأسف الناس اللي بتدخل السجن بتدخل السجن عشان إيه؟ صحيح. سيدة عاوزة تجوز بنتها 50 ملاية الأمهات المصريات الحقيقة عادات سيئة، يعني خلينا نقول إن السلوك هو إن هي تجوز بنتها وهي مبسوطة وهي كمان يعني واثقة في نفسها، وهي يعني دايما إحنا بنحاول الحقيقة الأمهات المصريات يعني مفيش كلام عن حنيتهم وكرمهم وجدعنتهم، ويمكن بيقوموا بمجهود كبير جدا وبيتعبوا جدا جدا عشان يقدروا يوفروا لبناتهم ولولادهم فعلا حاجات يمكن احنا من وجهة نظرنا شايفينها بسيطة وفعلا ما بتبقاش فارقة قوي، بس هم عايزين يبسطوهم. صحيح. لكن برضو كل ده يساوي ايه وانتي مش مع اولادك؟ مقيدة كل الحرية. ده بالظبط هيفيدهم بايه؟ هي دي الفكرة. إيه؟ يعني يمكن اللي عاجبني من خلال التقرير اللي احنا شفناه فكرة الوعي التوعية، انا بخرج بس عشان السلوك ده يقف او العاده دي نفسها تقف بعمل اعمال توعويه علشان خاطر اعرفهم
يعني خطورة ده وإيه الأضرار اللي ممكن تقع فيها يعني مستخدمي هذه العادات اللي للأسف هي عادات يعني لو يعني رحت للأرياف أو القرى البسيطة تحديدا هتلاقي في حاجة اسمها زفة العروسة بقى تلاقي 3-4 عربيات عفش العروسة نقل وعفش العروسة وتلاقي ملايات كتير وبتلاقي أرقام يعني ملايات إيه اللي هيحصل لو دخلنا أو اتجوزنا بملايتين ثلاثة وبعد كده هنغير مش يعني على سبيل المثال يعني مش هي دي الأزمة أرقام ملايات أرقام فوط أعداد كبيرة جدا جدا يعني فعلا حتى ما بيلحقوش يستخدموها يعني ما كتيرة عشان منظره بس في البلد أو في القرية قدام الناس عشان بنت عمتها وعشان بنت عمها كل حاجة بالعقل حلوة نفرحهم ونبسطهم نبسط ولادنا ونبسط بناتنا ونفرحهم بس بالعقل وجودنا معاهم كمان هيفرق أكتر بكتير يعني مش محتاجة خالص فخلينا يعني فعلا نحاول نغير السلوك ده يمكن برة بنشوف حتى على فكرة اللي معاهم مقتدرين ما بنشوفش أبدا 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 كل ده خالص إن كان بقى بيت صغير مش لازم خالص البيت الكبير 500,000 متر اللي مش خالص هو بيبقى بيت صغير جدا وتبقى كل حاجة بسيطة جدا بتبقى كمان في مشاركة بينهم وبين بعض. لو رجعت يا برضو لزمان فكرة أبهاتنا وأمهاتنا تلاقي بدأوا حياتهم في بيت صغير وابتدوا بعد كده لما بيكبروا في شغلهم بنغير يعني أكيد الشقة اللي أنت قاعدة فيها النهاردة مش هي أول شقة مثلا. لا بس هقول لك على حاجة السلوك ده متوارث الحقيقة ده مش سلوك جديد بس متوارث متوارث في فئة أو شريحة بعينها في بعض المناطق بعينها يعني مش موجود مثلا في المدن أو في القرى تلاقي موجود عندنا في المدن في القرى في حاجة تانية موجود فكرة بشكل آخر المقدم أو الشبكة هتجيبها قد إيه عارفة اللي هو من مكان لتاني بيختلف طباعه هنا بيبقى عفشة هنعلي على بعض بقد إيه ملايات وقد إيه كوبايات وقد إيه صيني والكلام ده كله ده في الأماكن الريفية تحديدا هنا عندنا في القاهرة مثلا أو القاهرة الكبرى تلاقي اللي هو هتدفع شبكة قد إيه اصلا انا عندي بنت عمتها جالها مش عارف شبكه ب 100,000 فانت النهارده جيب 120,000 عارفه اللي هو بنقعد نعلي على بعض فهو للاسف الموضوع كله يعني لما نيجي نجوز دوروا على اللي بيتقي ربنا في الشخص اللي هو صحيح. يعني طبعا. سواء كان ولد او بنت عشان دايم. يبقى في استدامه مفيش اي حاجه ثانيه دايما صحيح. مفيش اي حاجه ثانيه دايما طيب تعالي نروح لموضوع ثاني برضو لا يقل اهميه على ذكر يعني جائحه كورونا اللي لسه بتهيمن برضو ولسه موجوده في الحقيقه في اجراءات كتيره قوي خدتها الدوله في ازمه كورونا كان من ضمنها حزم مساعدات ودعم للمرأة تحديدا علشان كده التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع مصر في المركز الأول عربيا في تمكين ومساندة المرأة خلال جائحة كورونا. جاءت مصر في المركز الأول عربياً في تمكين ومساندة المرأة خلال جائحة كورونا وفقاً للتقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن بين الخطوات التي اتخذتها الدولة لمساعدة المرأة كانت المنحة الرئاسية لمساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة لتتمثل الاستفادة لصالح 47% من النساء. وعملت الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بإنشاء 3,000 حضانة طفولة مبكرة بقرى حياة كريمة وتسهيل الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستحواذ المرأة على النصيب الأكبر منها بنسب تصل إلى 62% من إجمالي المستفيدين. وتصل نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل ل 80%، كما تمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، منهم 18% من السيدات المعيلات، وزيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5,000 إلى 10,000 جنيه. وكذلك تم العمل على زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر. يمكن هذا الموضوع الحقيقة يعني مش منفصل عن الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم وهو الغارمات. فكرة تمكين المرأة دي نقطة مهمة جدا جدا لأنه بالفعل هي المرأة يعني المصرية الحقيقة بتقدم الكثير ويمكن برضو في أسر كتير الحقيقة الست المصرية هي اللي بتتولى
يعني بتتولى عماد الاسره نفسها، يعني فكره طبعا هي اكيد يعني هي بتتولى رعايه الماليه زي ما بيقولوا دايما كده. صحيح. فيعني دي نقطه مهمه جدا، تمكين المراه ده بينعكس على حاجات كتير جدا بقى جدا. يعني يمكن الوقت الحقيقه مش هيسعفنا ان احنا نقولها، لانه دلوقتي الساعه 8 ولازم ننتقل لموجز الاخبار مع منى. اتفضلي يا منى. شكرا لك جوانا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومين 17 و18 من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تعقد هذا العام تحت عنوان أفريقيا وأوروبا، قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030، وقد عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000. وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة الأفريقية الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي. كما سيستعرض الرئيس السيسي استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022. ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع ملك بلجيكا ورئيس الوزراء. كما سيعقد الرئيس السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي، إضافة إلى لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها على الأراضي الزراعية سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف مع إزالة المخالفات فورا. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية. وكلف مدبولي بضرورة أن يتوفر لديه بيانات يومية بأي حالة تعد تحدث على الأراضي الزراعية. وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية المقبلة في الجزائر، مبرزا أنها ستعقد في الثلث الأخير من السنة الجارية. وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أعرب الرئيس الجزائري عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج إيجابية جدا، لا سيما وأن العالم العربي يحتاجها. وأضاف تبون أن الجامعة العربية اليوم تحتاج إلى معالجة نصوصها وقوانينها. أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة حرص بلاده على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار بالمنطقة لتحقيق التطلعات التنموية المنشودة لدول المنطقة. وأشار ولي العهد إلى نهج البحرين القائم على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي ودعم ومساندة الجهود الدولية لتعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وخلال لقائه مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت، أكد ولي العهد البحريني أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هجوما روسيا على أوكرانيا لا يزال ممكنا جدا، لكنه دعا إلى إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح لحل الأزمة.
وفي خطاب خاص يتعلق بالأزمة الأوكرانية أضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو سيكون أمرا إيجابيا، وأكد أن هذه القوات التي يقدر عددها بأكثر من 150 ألف جندي لا تزال في وضع يشكل تهديدا. وحذر الرئيس الأمريكي من أن العقوبات الغربية على روسيا جاهزة إذا شنت هجوما على أوكرانيا. أعلنت وزارة الصحة خروج 1546 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 390489 حالة. وفي بيان الوزارة اليومية أعلنت تسجيل 2117 حالة إيجابية جديدة و56 حالة وفاة. ختام موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية حاجة في مصر أهلها، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. محدش يكلمني في فلوس على الصبح. كلمنيش في الفلوس على الصبح يا عايدة. يومي بيقفل ما بحبش كده. يومي بيقفل ما بحبش كده. أمال بتحب إيه؟ بحبك أنت يا جميل. ما يحكمش. الفرق بين قصصنا وقصص الأفلام والمسلسلات إن قصصنا قصص حقيقية أبطالها بيكتبوها كل يوم، وده أحلى ما فيها. قصصنا طول الوقت ممكن تتغير للأحسن، وزي ما القصص ممكن تتغير شكل برنامجنا في الموسم الجديد كمان هيتغير، وهنروح لأبطال القصص على أرض الواقع، وهيكون معانا ضيوف جداد كلنا بنحبهم. وأول شرط عشان تكمل القصة إنكم تبعتولنا، ما هو من غيركم مفيش قصة. ومع بعض هنتكلم ونحكي ونشكي ونفضفض ونحاول نحل، وهنسمع كل الحكايات والمشاكل وهنحاول نحلها مع بعض مهما كانت في قصة حقيقية. قصة حقيقية الموسم الجديد من السبت إلى الاثنين السابعة مساء على قناة مصر الأولى. كل الجماهير في كل الملاعب عينيها على رقم 10، وكل الحذيفة في كل الفرق هتلاقيهم رقم 10، والتاريخ شاور في كل البطولات على رقم 10، وأساطير الكورة في كل العصور كانوا رقم 10، وبرنامج الرياضة على القناة الأولى اسمه رقم 10. في رقم 10 الكورة بين أقدام المتعة. رقم 10 من السبت إلى الأربعاء 12 منتصف الليل على قناة مصر الأولى.
الاسم بحر وقلبه كيف اللبن الحليب اتعكر ببرود الشر. زود حديد يا ريس. حديد خلص يا ربيع بيه. بس اللعبة لسه ما خلصتش. اركل هنا يا بلدينا واسمع الكلام لما يترد. مش كل اللي يتعرف يريح يا ولدي. ملكش صالح بحبيبة يا بحر. ربيع هيكتل. حبيبة ماتت. حبيبة ماتت. يا حبيبتي. بحر جرى له حاجة؟ أخوي بيموت. مات. ارحل يا بحر. انت سكت سكت الوعر. لازم احرق له قلبه كيف ما عملتها قبل كده. بحر. طب ما خياله. جيت لقضاك. اقف هاد. بحر ما هوش اخونا. انت جبت الاسود دي كلها منين؟ بحر دي؟ انتوا اللي عملتوه بيدكم. بحر من السبت الى الاربعاء الثامنه مساء على قناه مصر الاولى. للإعلان على قناة مصر الأولى شركة بي أو دي الوكيل الإعلاني الحصري. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة في جهود واضحة جدا بتتم خلال الفترة الحالية من جانب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج لبحث الترتيبات والاستعدادات لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع اللي هيتم عقدها تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة. خلينا نعرف ايه آخر الاستعدادات لهذا المؤتمر الهام، ايه أبرز المشاركات اللي هنشوفها في المؤتمر، ايه اللي هيستهدفه المؤتمر لدعم الصناعة المصرية. كل ده نعرفه من السفيرة بيلا مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اللي منورانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير معالي الوزيرة وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. لو تعرفين يا فندم ايه اخر الاخبار والمستجدات للاستعداد لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعه؟ الحقيقه بتستعد وزاره الهجره لتنظيم النسخه السادسه زي ما حضرتك ذكرتي من سلسله مؤتمرات مصر تستطيع بعنوان مصر تستطيع بالصناعه. والحقيقه ان كل نسخه من نسخ مؤتمرات مصر تستطيع بتتماشى مع اهداف واستراتيجيات الدوله، وبالتأكيد أنه تكليفات القيادة السياسية للحكومة المصرية بتوطين الصناعة في مصر كان لابد أن تكون النسخة السادسة بتتحدث عن الاستفادة من خبرائنا في الخارج في مجال الصناعة طبقا لهذه التوجيهات والتكليفات. الحقيقة استغلنا برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية اللي حضينا برعايته لهذا المؤتمر، والمؤتمر إن شاء الله سينعقد في أواخر مارس المقبل، وبالتأكيد يعني اللجنة المنظمة داخل وزارة الهجرة بتستغل لي يعني طبعا الجلسات تنظيمها المشاركين. هذه النسخة هي نسخة بالمشاركة والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبالتأكيد أيضا شركاء لنا آخرين داخل الحكومة وأيضا من يعني اتحاد الصناعة، من الهيئة العربية للتصنيع، بالتأكيد وزارة الإنتاج الحربي، الغرف التجارية، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التخطيط، وزارة البيئة، لأنه زي ما حضراتكم عارفين إحنا بنستعد لكوب 27 إن شاء الله في نوفمبر صحيح. القادم، فلابد أنه إحدى الجلسات تتحدث عن الصناعة الخضراء. طيب سعادة السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم، يعني بصبح على حضرتك في البداية، ويمكن يعني الواحد بيكون سعيد لما اسمع من حضرتك دلوقتي ان في تضافر ما بين الوزارات المختلفة والمؤسسات والجهات المعنية للعمل على يعني ملف من الملفات المهمة بتوجيه من السيد الرئيس، وهو فكرة التوطين، توطين الصناعة، لأن دي ليها مردود وعائد اقتصادي كبير جدا. عاوز أعرف من حضرتك بقى الخبراء يعني الدوليين المصريين المقيمين في الخارج اللي هيتم استدعائهم في النسخة السادسة من المؤتمر. صباح الخير يا أستاذ أحمد. الحقيقة سؤال مهم، لأنه إحنا قسمنا جلسات المؤتمر لصناعات معينة تحديدا عشان نقدر نجيب
الخبراء في هذا المجال. أنا بس عايزة أقول إنه سهل إنه في الخارج تلاقي أطباء، تلاقي مهندسين، تلاقي مستثمرين، إنما من الصعوبة إن أنت تلاقي متخصصين في مجالات صناعية صحيح. معينة. عشان كده يعني لازم أحيي فريق العمل في وزارة الهجرة، والحقيقة مع الأطراف المشاركة اشتغلنا كلنا عشان نقدر نجيب متخصصين على سبيل المثال في جلسة الصناعة الخضراء، في جلسة المركبات ووسائل النقل، في جلسة الصناعات الطبية، الصناعات التكنولوجية، طبعا صناعة الثروة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل. والحقيقة أنه أيضا السيد الرئيس وجه وزارة الهجرة أن يكون هناك جلسة خاصة بإفريقيا، فإحنا كمان بنتكلم عن التجارة المرتبطة بالصناعة. نعم. وإزاي إن إحنا نفتح أسواق تصديرية للقارة الأفريقية. كل جلسة يا أستاذ أحمد مش بس فيها هيكون من المشاركين من المصريين في الخارج، ولكن أيضا من الدولة، من ممثلي الدولة في هذا المجال في الجلسة الخاصة بكل صناعة، وأيضا القطاع الخاص. ولأول مرة في هذه النسخة بيتم يعني أيضا الحضور من الشركات الأجنبية العاملة في مصر اللي دخلت مصر، وطبعا إنها تتكلم ده لتبادل الخبرات وفكرة المعوقات والتحديات اللي كانت قدامها. تبادل الخبرات، إنما كمان الشركات الأجنبية هي فرصة للترويج للدولة المصرية، وفرصة إن هم يكلموا إزاي إن هم لقوا البيئة المناسبة عشان يقدروا إن هم يشتغلوا في مصر. طيب يعني معالي الوزيرة، زي ما حضرتك ذكرتي دي النسخة السادسة، عايز أعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين يا فندم، خلال المؤتمرات اللي فاتت إزاي قدرنا نستفيد منها، أبرز المخرجات وأبرز المكاسب والنتائج اللي خرجنا بيها وقدرنا نحققها كمان؟ الحقيقة الكثير من العلماء والخبراء على مدار الخمس مؤتمرات السابقة كان هناك في البداية تخوف الحقيقة، وإنه هذه المؤتمرات فقط للشؤى الإعلامي، ولكن الجمهورية الجديدة وما تقدمه الدولة من تيسيرات وتسهيلات وفتح يعني مجالات لهؤلاء الخبراء للاستفادة منهم، هو ده اللي إدى الرسالة الجيدة لهؤلاء الخبراء إنهم ييجوا. عشان كده يعني إحنا بنحرص إنه بعد كل مؤتمر مش إحنا اللي نتكلم كوزارة للهجرة، الوزارات الأخرى اللي استفادت من هؤلاء الخبراء هم اللي يكلموا. عشان كده على سبيل المثال هتلاقي دكتور وجيه المراغي ودكتورة هدى المراغي من كندا، إزاي إن هم قدروا تعاونوا مع وزارة الإنتاج الحربي ومازال الشغل لغاية النهاردة. دكتور حسن مصطفى أيضا مع وزارة الإنتاج الحربي، مع وزارة الكهرباء أيضا إطلاق أول أطلس شمسي لمصر بواسطة الدكتور هشام العسكري من لوس أنجلوس. مؤتمر الاستثمار والتنمية شفنا المهندس أشرف دوس من كاليفورنيا وعمل المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية. الحقيقة الكثير من الاستفادات اللي حصلت، وفي بعض يعني المشروعات والتبادل الخبرات اللي حصل سواء في وزارة البيئة، سواء في وزارة الكهرباء، الإنتاج الحربي، وزارة التخطيط، الكثير منهم قد من هذه الخبرات. وإن شاء الله في هذا المؤتمر يعني بتعد وزارة الهجرة زي فيديو تسجيلي بما تم من نتائج من خلال هذه المؤتمرات. يعني معالي الوزيرة يعني ذكرتي الهدف وراء سؤالي، هو فعلا أنه ممكن البعض يعتقد أنه هذه المؤتمرات هي مجرد عناوين أو لقاءات بتعقد، لكن زي ما حضرتك ذكرتي ليها نتائج أبعد من كده وأعمق من كده بكتير. بالتأكيد، والحقيقة أنه المصريين في الخارج ثقتهم رجعت في للدولة المصرية، يعني حبهم وولائهم الشديد ما حدش يقدر يشكك فيه، ولكن كانوا هم محتاجين القناة الشرعية اللي تقدر توصل صوتهم وتقدر تستفيد من خبراتهم. قرار السيد رئيس الجمهورية بعودة الوزارة بس دي كانت رسالة للمصريين في الخارج أن القيادة السياسية تهتم بهم وتثمن على دورهم، مش بس للاستفادة من الخبرات، ولكن أيضا للتواصل وتلبية الاحتياجات والدفاع عن قضايا الوطن في الخارج. يعني هو مش فكرة قرار كمان عودة وزارة فقط يعني معالي الوزيرة، وفكرة كمان جهود حضرتك في التواصل المباشر مع المصريين في الخارج، ده عزز الثقة كمان. لكن عاوز أعرف بقى تعزيز الثقة ده إزاي حضرتك بتقدري تستقطبي الجيل الثالث والرابع كمان تحديدا لمثل هذه المؤتمرات؟
أيضا تماشيا مع يعني الحقيقة دور اللي بتلعبه القيادة السياسية مع الشباب، وإحنا بنتكلم دلوقتي على يعني عهد ذهبي سواء للشباب أو للمرأة. أيضا التفتت وزارة الهجرة إلى شباب المصريين في الخارج، والحقيقة ده كان من ضمن البرامج اللي نفذتها وزارة الهجرة للشباب داخل الجمهورية. إحنا عملنا أو نظمنا أكثر من 20 برنامج ليهم، بنعرفهم بمفاهيم الأمن القومي المصري، تحديات الدولة المصرية، بيقابلوا وزراء، بيشوفوا الجمهورية الجديدة، بيشوفوا التطورات، يزوروا العاصمة الإدارية، يزوروا حي الأسمرات، يعرفوا مصر عشان يقدروا يدافعوا عن الدولة في الخارج ويعرفوا بلدهم أكثر وأكثر. إنما كمان إحنا غير الجيل الثاني والثالث اهتمينا أيضا بشباب الدارسين في الخارج، وحضراتكم عارفين إنه الطلبة في الجامعات في الخارج سهل جدا استقطابهم بأفكار متطرفة أو أفكار مضادة لاتجاهات الدولة. عشان كده أيضا التفتت وزارة الهجرة لهذه المسألة، وأسسنا مركز وزارة الهجرة للحوار مع الدارسين في الخارج عشان نرد على كل الاستفسارات، ويقدروا ان هم لما يتسألوا داخل الجامعات عن اي قضيه داخل الوطن يبقى عندهم من الماده اللي يقدروا يردوا، يعرفوا ايه اللي بيحصل في بلدهم يعني بشكل عام. مظبوط. لسه امبارح كنت مخلصه جلسه حواريه مع الطلبه في هولندا، والحقيقه الولاد يعني محبين جدا لبلدهم وعاوزين يعملوا الكثير. احنا عملنا يعني جلسات حواريه مع وزير الري طبعا علشان يفهموا قضيه سد اثيوبيا، عملوا مع وزيرة التخطيط ايضا عشان يعرفوا اهداف التنميه المستدامه وتخطيط الدوله، ايضا مع وزير السياحه الاسبوع المقبل، ايضا مع دكتوره مايا مرسي للمجلس القومي للمراه ودور المراه في ظل الجمهوريه الجديده. فالحقيقه مع الشباب احنا يعني واخدين، اخذنا شباب الجيل الثاني والثالث، شباب الدارسين، واخيرا اطلقنا مبادره لشباب رواد الاعمال في الخارج للشباب المصريين اللي قاموا ب يعني شركات، اسسوا شركات صغيره لتبادل الخبرات، وعلى راسهم وسفير هذه المبادره مصطفى انديل السابق المصري في الامارات العربيه المتحده اللي اسس شركه سويفل. نعم. معالي الوزيرة، بما أن هذه النسخة من مؤتمر مصر تستطيع تعقد تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة، عايز أعرف من حضرتك مستهدفات هذه النسخة، وكمان التحديات اللي بتواجه قطاع الصناعة في مصر، وأبرز الخبرات اللي نستهدف كمان استقطابها عشان تقدر تفيدنا هنا في مصر في مجال الصناعة بكل تأكيد. يعني الحقيقه زميلتي العزيزه دكتوره ليفين جامع يعني هي اقدر في الرد على هذا السؤال فيما يتعلق بتحديات الصناعه وتوطين الصناعه في مصر. انا دوري ان انا باخد المحتوى، وده الحقيقه في وزاره الهجره احنا عددناه، وهو تجهيز هذا الملف علشان اقدر من كل صناعه موجوده في مصر زي صناعه المنسوجات، طبعا معانا وزاره القطاع الاعمال، وانا اسفه ان انا نسيت ان انا اذكرها، انما بناخد من كل وزاره ومن كل جهه ما يتعلق بصناعات غذائيه، صناعات منسوجات، صناعات طبيه، صناعات سيارات، وبناخد ما تقوم به الدوله من جهود. وبيبتدي المؤتمر الحقيقه من قبل ما يعقد في مارس، بصفه ان احنا يعني نحيل هذا المحتوى اللي تم الاتفاق عليه مع الوزارات المتخصصه في مجال الصناعه، والعلماء او الخبراء اللي هيجوا يشاركوا هيختاروا الموضوع اللي عايزين يتكلموا فيه بصفه ان هو يجي يضيف لي، مش هيكرر اللي انا بعمله في الدوله، ولكن انا كخبير في مجال الصناعه وبتكلم عن صناعه المنسوجات على سبيل المثال، فانا بشوف ان وزاره الهجره بعتهولي كمحتوى لصناعه ما قامت به حتى الان الدوله في صناعه الغزل والنسيج، وانا كخبير اقدر اقول انا هتكلم في النقطه دي. وعشان كده احنا بنعد هذا المؤتمر من ناحيه المحتوى قبل انعقاده عشان الدوله تستفيد من هذه الخبرات. يمكن يا فندم ده بيعكس الحقيقه حاله التناغم بين الوزارات والاستفاده كمان من الخبرات، عشان احنا يعني زي ما حضرتك قلتي بنشتغل على هدف واحد وهو التنميه والاستفاده من الخبرات المصريه الموجوده في الخارج. انا الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا معالي الوزيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج، بشكرك على كل هذه الايضاحات، ويعني بالفعل مصر تستطيع ان كان بالصناعه بالاستثمار بالزراعه بكوادر
المصرية إن كانت اللي هنا أو برا مصر. يعني الحقيقة إحنا شايفين جهود كتير جدا هذه الفترة وتحركات مهمة وخطوات ثابتة نحو هدف واحد، وده المهم إن هو تحديد الهدف عشان نقدر نبقى عارفين إحنا ماشيين إزاي ونبقى عارفين استراتيجيتنا. عجبني في كلام الوزيرة دلوقتي، قالت لك ده مش يعني مش أنا باخد كذا ومعالي الوزيرة نيفين جمع بتعمل دور تاني. فكرة تجرد الذات وإعطاء كل صاحب حق حقه، أصبحنا عندنا تكامل، عندنا تضافر ما بين المؤسسات بعضها البعض. ده بيأكد ان يعني احنا فعلا بنشتغل علشان نحقق هدف واحد ونرفع راية مصر في المقام الاول والاخير. ما فيش فكرة صراعات وكل واحد عاوز ينسب حاجة ليه، لا عندنا يعني الوزراء تحس اللي هو في قدوة فعلا لينا، ما بقوش فكرة وزير فقط. يعني في موضوع تاني من الموضوعات المهمة جدا جمالة، ويمكن التكنولوجيا ما فيش خلاف عليها اللي هي اصبحت لغة العصر، وتحديدا الذكاء الاصطناعي، واحنا داخلين بقى على الميتافيرس وداخلين على التطور التكنولوجي الكبير جدا اللي يعني سمعنا عنه وبدأ فعلا يبقى ليه خطوات تنفيذية على الأرض. الواحد بيبقى فخور لما يلاقي فريق مكون من 3 طلاب في قسم الميكانيكا كلية هندسة في جامعة في الجامعة البريطانية، وهم نرمين صبحي، أحمد مجدي، ومحمد العيدي. الفريق ده صمم ذراع صناعي بيعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ووزنه خفيف جدا وبيتم زراعته للأشخاص اللي حصل لهم بتر بسبب حادث أو بسبب مرض السكر وغيرها من الأمراض يعني اللي بتحتاج لتدخل جراحي علشان يركب هذا الذراع الصناعي. خلونا ناخد أو يعني نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده من خلال نرمين صبحي، إحدى أعضاء الفريق المبتكر للذراع الصناعي اللي معنا دلوقتي عبر تقنية زوم. صباح الخير يا نرمين. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ جمال. اهلا بيكي. يعني عاوزين نعرف الاول منك يا نرمين ببساطه كده، التصميم نفسه هو عباره عن ايه، وايه هو الذراع الصناعي ده، وايه اللي خلاكم اصلا تفكروا فيه علشان يبقى بيعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي؟ هي الفكره في البدايه خالص كانت فكره عندي من سنه اولى جامعه، بس دي كانت فكره بدائيه جدا، ما كانش لسه الذكاء الصناعي انتشر اصلا. ما كانش لسه فكره ان هو يبقى كنترول باشارات المخ دي لسه منتشره ولا اي حاجه، كانت فكره عاديه جدا وبدائيه. بس كان كل سنه بيحصل تطور اكتر وبنتعلم حاجات اكتر في الجامعه، واحنا يعني الدوله كانت ساعتها او الفتره اللي احنا فيها عامه كان بيدخل فيها تقنيات جديده قوي، منهم الذكاء الصناعي اللي انتشرت في الفتره دي جدا. لا انت بقالك كام سنه كده شغال عليه؟ لا احنا هو ده مشروع تخرجنا، فاحنا بقالنا تقريبا 10 شهور بس عليه، اشتغلنا 10 شهور يعني عشان احنا بدانا قبل ما السنه الدراسيه تبدا اصلا. لا 10 شهور ده شغل، لكن انت بتقولي الفكره عندك من سنه اولى. من سنه اولى بطورها كل سنه، بزود عليها حاجه. طيب نرمين طبعا صباح الخير عليكي، بس خلينا نعرف ونعرف الساده المشاهدين يعني ايه ذراع صناعي يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي. يعني عرفينا اكتر على صفات هذا الذراع. تمام، هي فكره الذكاء الصناعي هو الموضوع بيعتمد على ان انا بيبقى عندي جهاز بحطه على راس بيقيس اشارات المخ بدون اي تدخل جراحي تماما، ولا تكلفه حتى بتاعت ولا يعني لا تساوي طبعا التدخل الجراحي. الجهاز ده بيقيس اشارات المخ، طبعا بيقيس اشارات المخ عند كذا حاله، يعني مثلا الشخص ده مثلا عنده بتر في ايده، فهو مثلا ايده دي مش موجوده، فانا هركب له طرف يخليه يعرف يقفل ايده، فانا هقدر اقيس اشارات المخ والشخص ده بيفكر ان هو عايز يقفل ايده. الحاجات دي كلها تعتبر داتا بنجمعها كلها، بنشتغل عليها وبنبرمجها وبندربها كتير قوي عشان يقدر الجهاز نفسه يفهم ويبقى عنده ذكاء ان الشخص لما يفكر تاني في الاكشن ده او في الحركه دي يعمل الحركه. يعني هو فكره الذكاء الصناعي ان انا بجمع داتا وبمرنها بحيث ان هو يقدر يفهم لوحده بعد كده، ان لو جات له داتا شبه دي، طبعا الداتا مش بتتكرر، صحيح، لو جات له حاجه شبه دي يبقى هو الشخص ده عايز يقفل ايده او لا، عايز يفتح ايده او عايز يرفعها او ينزلها كده. طبعا ده بيحتاج تقنيه الذكاء الاصطناعي نفسها نرمين، يعني هي فكره بتعتمد على فكره البيج داتا او المعلومات الكتيره اللي بقدر ان انا اجمعها واوصلها بالحاجه اللي انا عاوزها. بس ايه الفرق بقى ما بينه يعني كتكنيكال بقى، ايه الفرق ما بينه وما بين الاطراف الصناعيه المنتشره او الطبيعيه المعتاده؟ يعني الاطراف الصناعيه الموجوده دلوقتي بتعتمد على ان النيرف او العصب اللي موجود في الاطراف، اللي هو النيرف والعصب اللي واصل لحد الاطراف بتاعتي، ان ده ما يكونش دامج، ما يكونش متدمر. لو ده تمام ما فيهوش مشكله، اي حد يقدر يستخدم اي طرف موجود في مصر او برا مصر حاليا. لكن لو العصب ده فيه مشكله، يعني شخص مثلا حصل له بتر من هنا، او هو اصلا مولود بعيب خلقي، العصب نفسه مش واصل، العصب نفسه متدمر
وما عندوش غير العصب بس اللي في البرين او اللي في دماغه هو بس اللي شغال ساعتها، ده اسمه سنترال برين، ده بس اللي شغال. هو ساعتها ما عندوش غير اوبشن التدخل الجراحي. نعم. يعني هو كده لازم يعمل تدخل جراحي. طبعا ده ريسكي وغالي، يعني خطر وغالي. فاحنا حبينا نعمل حاجه زيه بالظبط بس ما يبقاش فيه اي تدخل جراحي، فما تبقاش خطر على اي مريض. زائد كمان المختلف ان احنا ما استخدمناش فيها مواتير، كل الحاجات اللي موجوده من اطراف صناعيه مستخدم فيها مواتير. صحيح. فبالتالي هي المواتير اوزانها ثقيله، يعني لو احط موتور مثلا لكل صباع من دول فطبعا هي اوزانها ثقيله. زائد كمان ان هي ممكن ما تنفعش الاطفال، لان في اطفال عمر 4 سنين و5 سنين وكده عندهم بتر ما يقدروش يستخدموا الاوزان دي خالص. احنا بتاعنا مش عاملينه بمواتير اصلا، احنا بتاعنا عاملينه بضغط هواء. طب هي طيب الوزن يختلف تماما. طب ده بيفرق طبعا. طب نرمين، عايز اعرف منك هل قدمتوا في مسابقات عالميه، وهل هذا الذراع هو بروتوتايب او يعني جهاز مبدئي او نموذج مبدئي، ولا يعني في حديث دلوقتي على انه التجربه تعمم وانه نبتدي فعلا ان احنا نشتغل على هذا الذراع ونبتدي ننتج منه اكتر؟ اكيد احنا شاركنا في مسابقتين، واحده فيهم كانت اكراس دمنا يعني الشرق الاوسط، مستوى الشرق الاوسط. دي كانت دي مسابقه ابو ظبي، دي خدنا فيها مركز تاني بايوميديكال كاتيجوري يعني قسم هندسه طبيه. في واحده تانية كانت ديل كومبيتيشن، بس دي كانت وورلد وايد، دي كانت على مستوى العالم يعني. ودي خدنا فيها يعني كنا تصعدنا للي احنا بس توب 10 من يعني ان شاء الله باذن الله من اول 10 يعني، او من افضل 10. هي فعلا النسخه اللي موجوده دي نسخه بروتوتايب، يعني حتى في ناس كتير كلموني عشان هم متخيلين ان هم خلاص ممكن يشتروها وباي سعر، بس انا شرحت لهم ان دي بروتوتايب، يعني دي نسخه ما حدش اشتغل بيها، دي نسخه كده مبدئيه يعني. بس مش اكتر. بالظبط، تو بروف كونسبت، اثبت بيها ان انا اقدر اعمل كده واطلع كده وان الجهاز شغال. لكن طبعا اي حاجه ثانيه الماتيريالز كلها هتتغير، الكومبوننتس هتتغير، الحجم طبعا هيختلف، هيبقى اصغر، كل الحاجات دي. يعني نرمين او باشمهندسه نرمين بقى، باعتبار ان ده مشروع تخرج ليكم وانتم خلاص يعني كلها حاجات بسيطه وتبقي مهندسه رسمي يعني. لا اتخرجنا الحمد لله خلاص. خلاص اتخرجتوا كمان يعني المشروع ده خلاص اتسلم ويعني اتخرجتوا بيه. طيب عاوز اعرف اللي انتم هتقفوا عندي هنا، ولا في تطوير للفكره وتعميم ليها كمان، تواصل مع مثلا شركات لانتاج وتطوير للنموذج؟ يعني لسه جمانه كانت بتقول ان ده فكره نموذج مبدئي فقابل للتعديل، قابل يمكن احنا شفنا شكله على الشاشه من شويه، هو فكره ممكن يكون حجمه كبير شويه فقابل للتعديل لسه عشان يبقى بيتماشى وفي نوع من انواع التناسق. طبعا يعني. طبعا هو كده كده الحجم بتاعه دي اول خطوه، بس هو الحجم كله بتاعه يعتمد على الفكره كلها، يعني الفكره نفسها مش تتغير، بس مثلا طريقه البرمجه المايكرو كنترولرز او الحاجات اللي كنا بنبرمج بيها دي هتختلف، بحيث ان الحجم يتغير، حجمه يبقى اصغر. والديزاين نفسه بتاع الايد احنا كنا عاملينه كبير علشان احنا بس عايزينه يعني حاجه كده نحطها على الترابيزه، ما كناش مش هنركبه لحد، كنا عايزينه حاجه كبيره واضحه للمشروع، حاجه نقدر نشوف فيها كل التفاصيل بتاعتها كل حاجه. لكن ان شاء الله هيبقى في نسخه ثانيه قابله بقى للتداول والاستخدام يعني. يعني مهندسه نرمين صبحي احدى اعضاء الفريق المبتكر للذراع الصناعي، بنشكر حضرتك على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لك طبعا التوفيق. الحقيقه الشباب يعني يستطيع، مش مصر تستطيع بس بالصناعه، لا هي مصر تستطيع بشبابها باللي احنا بنشوفه بكل تاكيد. طيب خلينا نروح لموضوع اخر حقيقه وهو مهم جدا جدا، وهو عن قطاع بيشهد طفره كبيره جدا، هو قطاع الاسكان. امبارح تم فتح باب التقديم لوحدات الاسكان المتوسط والمميز في عدد من المدن الجديده. خلينا نعرف خطوات الحجز وانظمه السداد من المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا حضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب يا فندم، ايه المدن الجديده يعني اللي تم طرح فيها فتح باب التقديم لحجزها، وايضا عدد الوحدات المطروحه الطرح بيبقى سباقيه التقدم، لو تقول لنا بعض التفاصيل يا فندم. احنا طبعا يعني عندنا طرح المره دي يعني متنوع في اكتر من مدينه، بنحاول نغطي يعني جزء كبير عشان كل الناس تستفيد بانحاء الجمهوريه. فعندنا في القاهره الكبرى في الشروق والقاهره الجديده، وعندنا في الصعيد في المنيا وفي غرب اسيوط وفي دمياط، عندنا برج العرب العاشر من رمضان، اكتوبر الجديده 6 اكتوبر والعبور، ففي تنوع يمكن 15 مدينه تقريبا. واحنا عندنا طبعا طرح ده الحمد لله يعني 15 مدينه في مختلف انحاء الجمهوريه. مختلف انحاء الجمهوريه مظبوط. واحنا عندنا طبعا الطرح ده بيستفيد مبادره تمويل العقاري لاطلاقها سياده الرئيس مبادره 3% و8% اللي كان يعني مستهدف فيها ان مظله التمويل العقاري تبقى اكبر وتستوعب شرائح اكثر من المجتمع،
والحمد لله يعني احنا عندنا طرح المره دي في ايرلندا حوالي 7000 وحده سكنيه مختلفه من 3 مشروعات سكن مصر ودار مصر والجنه، والثلاث مشروعات دول فيهم تنوع برضه في المساحات من 100 متر ل 130 متر في سكن مصر، ومن 100 ل 150 متر في دار مصر، ومن 100 ل 151 في جنه. احنا الخطوات الحجز زي ما حضرتك سالتي سهله جدا من اول امبارح. احنا عندنا الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، البوابه الالكترونيه فيها ايكون جاهز كده للحجز، المواطن او راغب في الحجز بيدخل عليها بيعمل تسجيل حساب الكتروني على الموقع وبينزل الكراسه بشكل مجاني عنده على الكمبيوتر اللي هو شغال عليه، وبيقرا الشروط وبيشوف النماذج الوحدات وبيشوف المواقع في المدن وبيشوف الاسعار الوحدات كام، سعر المتر كام، يعني كل التفاصيل دي على الموقع يا فندم. فلو حضرتك تقول لنا اسم الموقع مره ثانيه. موقع الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. في اي محرك بحث لو كتبنا بس صندوق الاسكان الاجتماعي هيلاقي ان شاء الله البوابه الالكترونيه قدامه في اول نتيجه في البحث ان شاء الله. وموجود على بوابه مصر الرقميه كمان. وموجود على بوابه مصر الرقميه، وموجود على موقع وزاره الاسكان برضو. احنا عندنا كل المواقع وصفحات الفيسبوك موجود عليها. لا انا اقصد المظله العام اللي هي بوابه مصر الرقميه يقدر من خلالها يدخل على الرابط الخاص بالموقع بتاع حضراتكم. لكن هنا حضرتك بس يعني ذكرت حاجه ان الوحدات اللي بيتم طرحها دي هي بتخضع ايضا او بتتماشى مع مبادره السيد الرئيس الخاصه بال 3%، صح؟ مضبوط يا فندم، الوحدات المطروحه كلها بتخضع للمبادرتين 3% و8%. طيب احنا طبعا علشان يعني نقدر نفرق بينهم، احنا عندنا المبادرات دي لاقتها بنك مركزي هو يعني حط لها شروط واشتراطات للتقدم ليها. احنا عندنا ال 3% بتمول وحدات سكنيه اللي سعرها بيوصل لحد 1,400,000. طبعا احنا عندنا وحدات ب 400,000 و600,000، مش كل الوحدات بمليون، بس هنوصل لان الوحده اللي سعرها يوصل مليون و400,000 ده حد اقصى. ده حد اقصى. يعني لو الوحده ثمنها 600,000 او 400,000 اقدر برضه اخدها ب 3%، صح؟ ده موجود، ما هو بالظبط كده، هتخش تحت مبادره 3%. نعم. افرض الوحده زادت عن كده وده موجود في مشروع جديد، مش هتخش في مبادره التمويل العقاري اللي هي 8%. طبعا بيحددها بعد كده طبعا اشتراطات الدخل الشهري للفرد او الاسره. دي بقى الشروط اللي انا عاوز اعرفها من حضرتك، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز الوحده. احنا طبعا عندنا اول حاجه يكون سنه اكثر من 21 سنه، ودخله الشهري لو كان هيخش في مبادره 3% الدخل الشهري لا الحد الاقصى للدخل الشهري في 3% للقعده ب 10,000 جنيه في الشهر الحد الاقصى، وللاسره 14,000 جنيه. احنا بنقول الحد الاقصى يعني ما يزيدش عن الرقم، ما يزيدش عنه. تمام. اقل من كده يخش ان شاء الله في المبادره. بالنسبه لمبادره التمويل العقاري لو دخل في شريحه 8% هيبقى برضو للأعزب لا يزيد عن 40,000 في الشهر، والأسرة لا يزيد عن 50,000 في الشهر. أقل من كده طبعا بيخش إن شاء الله، وبس المهم ما يتعداش الحد ده. المساحات زي ما قلنا عليها احنا موجودة، وطبعا الأسعار موجودة في الكراسة، وعندنا طبعا في أداتين، في تم تزويد الموقع بأداتين جداد لمساعدة المواطنين. الأداة الأولى إنه يقدر يحسب الشهر كام، اسمها الحاسبه الالكترونيه. والاداه الثانيه اونلاين يقدر يتفرج على الوحدات ويعمل محاكاه لموضوع الحجز اللي هو يبدا يوم 24 مارس ان شاء الله. عظيم جدا، كانه موجود في الموقع. مظبوط ان شاء الله. احنا طبعا عندنا من النهارده من امبارح لحد يوم 8 مارس مرحله التسجيل، ودي ما فيهاش اسبقيه ولا افضليه لحد، كل الناس تخش تسجل وتعمل مقدم جديد الحج وترفع الاستماره والاقرار والورق المطلوب. وبدايه من يوم 24 مارس 16 مارس ليوم 24 مارس ان شاء الله ده معاد حجز الوحدات اونلاين باذن الله. طب يا فندم، بما ان حضرتك اتكلمت عن الحجز اونلاين، كان في شكوى امبارح انه الموقع وقع، هل تم يعني تم حل النقطه دي ولا لسه في مشاكل؟ احنا طبعا كويس قوي ان حضرتك سالت السؤال ده، لانه احنا امبارح اللي حصل فعلا حوالي الصبح حصل توقفات للموقع بسبب ان الناس كانت متخيله ان الاسبقيه بالتسجيل مش بالحج. فاحنا نوهنا ونزلنا بيان ان يا جماعه احنا فاتحين التسجيل فقط وده مش بالاسبقيه، فطبعا الاقبال كان كبير جدا، فده السبب ان خلى الموقع يبقى فيه تباطؤ. بس عالجناها وزودنا الباندوس الحمد لله، الموقع اشتغل كويس جدا دلوقتي، بس مفيش اسبقيه النهارده، الاسبقيه وباولويه الحج يوم 16 مارس ان شاء الله. طيب يعني اعتقد برضه هيبقى فيه سؤال مهم جدا في ذهن المشاهدين يا فندم، وهل هل الوحدات كلها جاهزه للتسليم ولا لسه الوحدات هتتسلم بعد فتره؟ يعني امتى تسليم الوحدات؟
الوحدات جاهزه للتسليم ومتشطبه ومخدومه بالخدمات وكمان منماه المنطقه يعني اللي فيها سكان بالفعل، فالوحدات جاهزه على الاستلام. بمجرد ما الحاجز يخلص اجراءات الحجز ان شاء الله ويتوفق في الحجز وينطبق عليه الشروط ويدخل في مبادره التمويل العقاري، مجرد ما يمضي العقد هيستلم وحدته فورا ان شاء الله. إن شاء الله. طيب يا باشمهندس، يعني برضو نستغل وجود حضرتك معنا ونطمن على السكن الخاص بالموظفين اللي هيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا ده ملف بيدار وبيناقش باستمرار يعني طبعا بمعرفة دولة رئيس الوزراء، وكان في اجتماع بالأمس بالفعل عن الموضوع ده، وإن شاء الله احنا حسب الاجتماع اللي دار بالأمس انه أعتقد في خلال أيام هيكون في إن شاء الله إعلان عن تفاصيل الحجز لكل السادة المواطنين المنتقلين أو الموظفين المنتقلين اللي عملوا بالعاصمة الإدارية الجديدة. ان شاء الله. هي فندم طبعا بشكر حضرتك المهندس عمرو خطاب معاون وزير الاسكان وايضا المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان، نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع جدا، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة تاريخ 1923 هو تاريخ يعني فاصل لكل محبي التاريخ المصري القديم، لأن النهاردة الذكرى 99 لدخول العالم البريطاني هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون زي النهاردة، وتحديدا في 16 فبراير زي ما قلت من عام 1923. النهاردة عرفنا واحدة من الاكتشافات الأثرية بدخول مقبرة الملك توت عنخ آمون اللي بتعد الأهم والأضخم، واللي عثر فيها على أكثر من 5000 قطعة أثرية، من المنتظر إن هي تجتمع كلها للمرة الأولى في المتحف المصري الكبير. خلونا نتكلم بتفاصيل أكثر عن الموضوع ده مع الأستاذ مجدي شاكر كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير يا أستاذ. أستاذ أحمد، أستاذ جمانة، صباح اللوتس عليك وعلى حضرتك وعلى كل مشاهدين حضرتك. يعني صباح فرعوني بقى كده اللوتس. طبعا هنبتدي كل فرعوني طبعا. طيب في البداية عاوزين نعرف، يمكن 1923 هو تم دخول المقبرة اللي تم اكتشافها في 1922، يعني سنة بعد دخولها. عاوزين نعرف الأول ليه تأخر الدخول، وإيه أول حاجة تم اكتشافها بمجرد ما هو 4 فبراير 22 فتح أول حاجة كده وقال كلمة جميلة قوي. المساعد بتاعه بيسأله بيقول أنت شفت إيه؟ قال له إني أرى أشياء رائعة. مش لاقي تعبير أكثر من هو يقول هذا الكلام. المقبرة طبعا حضرتك ذكرت هي 5398 قطعة، نتكلم في رقم ضخم. مقبرة كانت صغيرة وكانت مكدسة، لكن في اليوم اللي حضرتك ذكرته اللي هو 16 زي النهارده، كان دخل الغرفه اللي فيها التابوت. حضرتك تقول ايه الاهميه؟ احنا بنتكلم عن تابوت يعني ده اغلى قطعه ذهبيه في العالم، 110 كيلو. تخيل حضرتك 110 كيلو قطعه واحده من التابوت الذهبي، ومش بس كده، ده فيها احجار كريمه، يعني في بعض العلماء بيقولوا ان هي مش موجوده على الارض بسهوله، وبالرغم من وجودها من 3000 سنه وارتفاع درجه الحراره في وادي الملوك. حضرتك بتروح وادي الملوك دلوقتي ايه اللي بيحصل في الصيف؟ درجه حراره عاليه جدا وتحت الارض، ولكن بالرغم من ذلك لم تسقط قطعه واحده من الاحجار الكريمه اللي كانت في التابوت، وبالتالي احنا بنتكلم على قطعه لا تقدر بمال. فهو لما دخل سنه 23 يعني كانت لان مراحل، حضرتك عارف علم الاثار بيمشي يعني بطء جدا جدا، لكن في نفس اليوم كانت بتحصل حاجه غريبه جدا. هو كان مشكلتهم ان قبل الاعلام ما يظهر حكايه حصري، هم كانوا مدين حق النقل لهذا الحدث حصري لايه؟ لمجله اسمها مجله التايمز البريطانيه. تخيل حضرتك، وعشان تاخد التصريح منهم لازم تدفع 500 جنيه. ده مشكله كبيره جدا، لدرجه ان كانت بره في مشكله كبيره جدا في هذا اليوم. جريده الاهرام المصريه وجميع وسائل الاعلام بدات تتكلم، طب احنا عايزين ناخد، احنا رخرين اي حاجه. لذلك ظهرت فكره ما يسمى بلعنه الايه الفراعنه، مش لاقيين حاجه، ما هو عايز يجذب الانظار اليه، فبيكتب اي شيء لانه ما عندوش تصريح ان هو يدخل. وكان في هذا الاطار نذكر شخصيه مهمه جدا، استاذ جمانه، عندنا وزير الاشغال، لان الاثار في هذا الوقت كانت تابعه لوزاره الاشغال، مرقس حنا باشا. مرقس حنا باشا هذا الرجل لولاه، اتمنى ان درس لاولادنا، لولا هذا الرجل كانت للاسف كانت معظم اثار توت عنخ امون كانت ممكن تتهرب للخارج، لان في الوقت ده كانت في احتلال انجليزي لمصر وكانت عندنا مشكله. فلازم نذكر هذا الرجل بالخير، لان هذا الرجل لما سمع هذا الموضوع منع ان هم يخرجوا ويدخلهم الا بتصريح من الحكومه المصريه، ووقف ناس من الشرطه المصريه علشان تحصر اي قطعه او اي شيء ويسجله، وبالتالي لازم نذكر في هذا الاطار. لكن احنا في هذا اليوم اللي هو 16 كان عندي الاعلام بره كان عنده مشكله كبيره جدا لانه مش عارف يغطي الحدث، وفي الداخل كان اكتشفوا التابوت. هذا التابوت اللي جواه السر في يعني مسرين كبار قوي. التابوت احنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك 110 كيلو ذهب،
ولكن احنا بنتكلم على الاغرب والاجمل هو الماسك. الماسك بتاع توت يعني الماسك ده يعني تحفه مهمه جدا، هو 11 كيلو من الذهب، ومن الاغرب ان هو مطعم بالاحجار الكريمه، والاجمل ان قالوا ان هو ملحوم، يعني هو كان العلماء بيعتقدوا ان هو قطعه واحده، ولكن من عده سنوات بداوا بعلم اللي يشوفوا ايه الحكايه، عملوا سكان لقوه مكون من مجموعه من القطع. طب ازاي اتلحمت؟ قالوا اللحام بتاعه لا يرى بالعين المجرده، واللحام بتاعه في العصر الحديث لا يمكن الا بالليزر. طب هم كان عندهم ليزر؟ الله لا. اعلم. تخيل حضرتك، قالوا نسبه صدق الصنعه فيه 120%. قالوا النجوم يرسموه بالكمبيوتر، ولا مش انا اللي بقول الكلام ده، ده علماء كبير. قالوا يرسموه بالكمبيوتر، الكمبيوتر ما جابوش. طب ايه العبقريه وايه الجمال وايه التقنيه اللي كانوا بيستعملوها حتى الان احنا محتارين؟ توت يا استاذ احمد مشكلتنا فيه الناس بتاخده ببساطه، يعني الملك اولا هذا الملك بيسموه الملك اللغز، حيرنا هو ابن مين ومات ازاي وايه اللي عمله، ولكن هو ملك زي بيقولوا ملك زي الناس بيذكروا ملك ومش تافه والله، بدليل ان احنا لقينا عنده عربيات حربيه، لقينا اسلحه، شايفه الناس يعني متعارف عليه او اللي بيتم ترديده كتير انه صحيح انه يعني ما كانش ليه، يمكن مش معروف بغزواته العسكريه ولا بحروبه، هو الناس تتحدث عن انه اتشهر نسبه لهذه المقبره بالظبط والكنز بتاعه اللي موجود. فخلينا نعرف من حضرتك بقى مدى صحه هذه المعلومه بالظبط. هو ملك اعتلى العرش او تولى الحكم وعنده تسع سنوات وكمان فتره حكمه ما كانتش طويله قوي بالظبط، تسع سنوات كمان 19 سنه لكن مسك مصر. عايزين لما نقيس التاريخ اللي هو حامل ايه الراجل ده مسك مصر في ظروف صعبه جدا. اولا اخناتون اللي يقال ان هو والده كانت في مشكله كبيره في مصر، يعني ما نقول العاصمه بتاعته، وعنده مشكله مع العالم الخارجي كمان. عاوز استاذن حضرتك بس يعني قبل الاجابه على سؤال جمال، انا شايف هي دي المقتنيات اللي بتخرج صح؟ حضرتك تعلق لنا على دي، ده ايه؟ ده التابوت بتاعه، لانه التابوت بتاعه كان فيه اربع مقاصير فوقه وفوق ثلاث توابيت، في تابوت حجري جوه التابوت الحجري فيه ثلاث توابيت، تابوتين من الخشب المذهب وتابوت من الذهب الخالص. وجوه التابوت ثلاث توابيت دول لقينا بقى ايه؟ لقينا ايه؟ الموميا بتاعته وفوقها الماسك، لدرجه لما جه طلع الماسك منه هوارد كارتر كان عنده مشكله، بدا حاجه ثانيه. ما دي حضرتك دي السرير بتاعه، السرير بتاعه تحفه يعني، السرير بتاعه شوف حضرتك واخد ازاي، السرير بتاع كان عنده سرير بيطوي، يعني ايه حضرتك بيتلم، يعني لما بيخرج رحلات صيد لانه كان مغرم بصيد النعام كان بيتلم. واستاذ جمال بتقول طب هو كان صح زي الناس بتاع، لا والله ده هو كان ملك مهم جدا لانه مسك مصر في ظروف غايه في الصعوبه. ليه؟ اولا كان عنده العاصمه بره طيبه، وكان عنده مشاكل مع الكهنه بالظبط 18، وتخيل قعد ثلاث سنين في العمارنه، مسك مصر كانت في ظروف كان عنده مشكله ثوره دينيه و و و وبالتالي ان هو يؤمن ويستطيع ان يعبر بمصر بمرحله مهمه من تاريخها، وعمل مجموعه من الانشاءات منهم طريق الكباش كان له اجزاء اللي هو عامله فيه، عيد الاوبت كان هو من اوائل الناس اللي احتفلت بعيد الاوبت اللي هو العيد اللي احتفلنا بيه هو يعني اللي حضره السيد الرئيس الايفنت الضخم ده، وبالتالي احنا بنقول ان هذا الرجل لا كان دور ما كانش له غزوات عسكريه ولكن كان له دور في انتقال مصر في مرحله سياسيه انا بعتبرها ايه؟ بعتبرها مهمه جدا جدا. لكن احنا عايزين نستثمر اسم توت، بحلم نستثمر اسم توت. توت ترند، واذا قلنا توت اعتقد احنا مش عايزين نكمل اسمه، وهو الطفل اللي موجود في استراليا موجود في امريكا يعرف مين هو توت. نفسي يبقى عندنا براند معين اي نوع نختاره، وانا بفضل يكون بيرفيوم لان مصر كان عندنا، قلت لحضرتك في الاول صباح اللوتس، لان اللوتس في مصر كانت زهره مبهره مش بس دينيه، ده كان لها يعني بتستعمل في الطقوس الدينيه والروائح، والمراه كانت دايما تحطها على راسها، ويمكن عندنا الملك توت في احد على كرسي العرش عشان استاذ جمال بس تعرف، وكان مرسومه وهي هي هو قاعد وهي بتدهن له احد الكريمات. الاجمل حاجه في هذا الكرسي لما تبص على رجليهم هو لابس فرد الصندل وهي لابسه فرد الصندل. الكرسي ده لم يعرض يا فندم في بولا موجود في المتحف، موجود في المتحف المتحف الجديد يعني كله هيتنقل. لا اقصد ان هو لم يعرض من قبل، هو موجود دلوقتي في المتحف لاول مره هيعرض. كل اولا هو توت كات في بعض المقتنيات كانت في المتحف المصري. سؤال جمانه ان الكرسي ده كان موجود في المتحف المصري في التحرير ولا هيبقى العرض الاول؟ كان موجود لا في بعض القطع طبعا هنشوف اولا هنشوف اكتر من 5398 قطعه موجوده كلها مجمعه، هنشوف اشياء لنا راي. حضرتك من يومين يعني قريت حاجه جميله جدا، احنا كلنا بنتكلم عن الملابس الداخليه، اوروبا لم تعرف الملابس الداخليه غير في القرون الوسطى، تخيل حضرتك لقينا 450 توب منهم بعض الاشياء متطبقه، حتى لما جم كارتر يفتح احد هذه الاتواب ما عرفش، يعني كانت صعوبه جدا جدا. فلقينا كان عنده نوع من الملابس ايه؟ الملابس الداخليه ومش مسبوغه ومعموله بالكتان الابيض الفاتح،
فتخيل حضرتك احنا بنتكلم من 3000 عام، ونوع الكتان كان نوع رقيق غير الملاي غير القماش اللي هو بيلبسه خارجي، وبالتالي عندنا الاكل كمان بتاع توت، عندنا الالعاب توت لانه كان طفل صغير فكان عنده بعض الالعاب برضه دفناه معاه، فاحنا عندنا ال100 عصايه اللي كان بيستعملها لانه كان عنده مشكله في الساق بتاعته، لانه كان عنده مشكله في دي. هتوديني بقى لسؤال، لان دخول المقبره استاذ مجدي في الحقيقه لم يكن سهلا جدا. لا ولما تم دخول المقبره تم معاه اكتشاف عدد من الاسرار بالتأكيد. يمكن من اهمها فكره يعني ما يعني تم اثارته من ان هو قتل بسبب الفخذ اللي فيه كسر والجمجمه ايه بقى اللغز اللي موجود حوالينا؟ والله اصل توت ظروف نشاته وظروف موته حتى الان عليها يعني عشرات التفسيرات، حتى المقبره بتاعته هي ما كانتش معموله له، لانه يعني زي بيقولوا ايه دفن على عجل، لدرجه ان في ناس بعض الناس بتشكك ان اصلا بعض مقتنياته ما كانتش تبعه، لان حتى الماسك لقوه مخروم يعني في حلقان، فقالوا ان هو بتاع نفرتيتي، يعني قالوا ان هو بتاع سيده، لكن في بعض الملوك ارتدوا حلق، فبالتالي ما فيش مشكله، فاحنا عندنا مشكله حتى الان دراسته. والموميا بتاعته موجود، ولكن للاسف كارتر لما تعامل مع الموميا عشان يطلع الماسك تعامل معها بسوء جدا، يعني استعمل سكاكين واستعمل نار عشان يفصل الماسك عن ايه عن الوجه. فاحنا الموميا بتاعته موجوده في المتحف وتعامل عليها عشرات الدراسات، لكن حتى الان احنا ما عندناش دليل. في ناس قالت ان هو وقع من فوق العربيه العجله الحربيه وبالتالي حصل غرغرينه في رجلي، في ناس قالوا انه انضرب ببلطه وحصل فتحه، ولكن قالوا دي جريه تعنيط، ولكن حتى الان احنا ما عندناش يعني راي ثابت في هذا المجال. ولكن توت سيظل سر، وحتى الان انتجت عشرات الافلام وفي الالعاب والفيديو ولكن حتى الان احنا ما زال توت يعني ونشوف المعرض بتاعه اينما حل لما بيسافر اي بلد الناس بتقف طوابير. لا هو الملك يعني الاشهر يعني الاشهر بالزبط. حتى في انحاء في جميع انحاء العالم. طيب عايز اعرف من حضرتك يا فندم قاعه توت عنخ امون ومحتوياتها في المتحف المصري الكبير، وليه ما كانش بيتعرض كل القطع اصلا في المتحف المصري بالتحرير؟ سؤال مهم. اولا المتحف المصري في التحرير انت عارفه حضرتك كان مقدس قوي، ولدرجه حتى اللي صمموه لما افتتح 1902 قالوا ان هو كان معمول فكرته زي المقبره في مصر. المقبره في مصر القديمه لما تخش كنت ما تشوفي حضرتك الصور الاولى لمقبره توت هتقولي مش ممكن المقبره الصغيره دي تساعد القطع دي، كانوا بحاجه بيعملوها زي بيحطوا فيها كل شيء. فبرضه لما كان معمول لهذه لما صمموا المتحف في طرق العرض عملوه زي ما يكون مخزن، يعني كان قطع كتير جدا جدا، فكان صعب تعرضي 5398 قطع. فاحنا عندنا في المتحف الكبير ان شاء الله يعني هيتم افتتاحه في نهايه هذا العام القاعه 7000 متر، بنتكلم على قاعه توازي المتحف اللي موجود في التحرير. فاحنا هنستطيع ان احنا نعرض كل قطعه، هنعرض سيناريو كل قطعه، الافلام، الصور، وبالتالي طرق العرض هتبقى ايه مختلفه تماما. ونبدا بقى نتكلم عن البوك بتاعه اللي قالوا عليه اول الحرب العالميه الثانيه وحصلت مشكله ثوره 2011، يعني نبدا الاساطير والحكاوي وكل ده اعتقد هيبقى جاذب جدا. هيبقى سيناريو عرض معانا ممكن تطلعنا مثلا على يعني بعض الحكاوي دي للساده المشاهدين. كل حاجه عنده يعني البوك بتاعه كان عنده بوك من النحاس وبوك من الفضه، قال انه في الاربعينات حصل ان هم جربوا يطلعوا صوت صحيح. ودي موجود في الاذاعه البريطانيه، يعني الصوت ده ممكن نسمعه لو جبنا موقع الاذاعه البريطانيه، وقالوا انه كان سبب في قيام الحرب العالميه الثانيه. وقيل ان برضه قبل ثوره 2011 بتاعتنا حاولوا برضه يعملوا عمليه ترميم وطلع صوت وقالوا هذا الموضوع. توت كل قطعه فيه يعني بقول لحضرتك كل قطعه فيه محتاج كلام، يعني هو عنده قلاده، القلاده دي لقوا فيها جعران، الجعران بتاعه لونه اصفر، قالوا ان هذا الجعران الزجاج بتاعه لا يتكون الا من نتيجه احتراق 10000 درجه حراريه. طب دي نتيجه ايه؟ نتيجه حاجتين، يا اما انفجار نووي يا انفجار كوني. ايه اللي عرفهم؟ طبعا هو ما فيش نووي يبقى في كوني، ايه اللي عرفهم ان هذا الحجر جاي نتيجه انفجار كوني؟ عنده كمان الخنجر، عنده خنجرين، في خنجر الحديد بتاعه لم يصدأ حتى الان، ليه يا جماعه ليه ما صدأش؟ قال لانه الحديد بتاعه حديد نيزكي، يعني احد النيازك اللي وقعت من ايه؟ من السماء. وقالوا ان هو موجود في غرب الاسكندريه، جابوه من غرب الاسكندريه. كيف توصلوا وكيف توصلوا هذه الاحجار وعرفوا نوعها؟ هناك سر كبير جدا. حتى الالوان بتاعته لون الازرق، لما تشوف حضرتك الماسك بتاعه لون ازرق فريد، اشمعنى لون الازرق؟ واحنا حتى الان بنقول عفريت الزرق ونخلي التاج زرقاء. المصري كان عنده بيحب اللون الازرق جدا، وفكره العين بتاع حورس، لان لما حصل صراع بينه وبين ست لما فقع له عينه فحط له عين، هذه العين كان لها قوه على الحمايه، وحتى الان احنا عينك بارده ومش عارف ايه محروسه وبالتالي كان عندهم اللون والعين كانت مهمه جدا. فدي اللون دي موجوده، لما نشوف حضرتك اللون الازرق في المصري نقول حاجه زرقاء كمان تاخد العين دايما بالظبط. فاللون لا بدليل اللون الازرق اللون الوحيد الذي يتغير، يعني لو حضرتك عملتيه في اي ملابس او اي حاجه بعد فتره هينتهي، لكن عند جدك المصري القديم والله ابدا. لما تخش المقابر وتبص للسقف يا استاذ احمد ازرق 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 بيفيروزي صريح، وبالتالي كل قطعه
في توت هي محتاجة سر ومحتاجة كلام، الألعاب بتاعته، الكرسي بتاعه، العجلات الحربية، المية وعشرة عصايا اللي كان بيستعملهم وقاله أنه كان عنده يعني ذوي احتياجات خاصة وبالتالي كان بيستعملهم، الملابس بتاعته، الألعاب بتاعته، الأكل، هو راجل كمان كان واخد وحط له ينسون وعرق سوس لأنه كان الحاجات دي موجودة، الدوم، البلح، كان موجود أكل وشرب جوه كتير جدا. فإحنا نستطيع عن طريق التوت أن احنا نتكلم عن الطب في مصر القديمة، عن التحنيط في مصر القديمة، عن صناعة المجوهرات، عن نوع الأحجار، لأنه جوه المقبرة أنا بقول لحضرتك أكتر من 5000 قطعة، فأي علم في الدنيا احنا ممكن نتكلم يعني عليه في مقبرة. كلام حضرتك شوقنا أكتر، يعني اللي احنا نتمنى بقى اللي احنا نحضر الافتتاح الخاص بالمتحف المصري الكبير عشان ندخل قاعة توت عنخ آمون ونعرف تفاصيل وقصص أكتر. للأسف يعني وقتنا مستبح ان احنا نعرف آخر من حضرتك. ثانية وزع نفسي كتاب الدراما أرجوكم انتجوا حاجة عن حضرتنا المصرية. بزعل جدا لما برا افلامنا ورا حاجات عن توت وعن يعني شوف افلام وثائقيه مهتم بها الغرب عن الدراما والمخرجين والناس اللي معاه فلوس، ارجوكم اهتموا يا جماعه بانتاج دراما عن يعني الحال ان شاء الله يعني. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك الاستاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك. طيب مشاهدينا 9 صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع منى، اتفضل يا منى. شكرا لك جوانا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة 6 لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تعقد هذا العام تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030، وقد عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000. وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي. كما سيستعرض الرئيس السيسي استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022. ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع ملك بلجيكا ورئيس الوزراء. كما سيعقد الرئيس السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي، إضافة إلى لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها على الأراضي الزراعية سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف مع إزالة المخالفة فورا. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية. وكلف مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعد تحدث على الأراضي الزراعية. وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب بلا كلل أو ملل لإخراج كفاءات قادرة على النهوض بالعمل الدعوي من خلال التأهيل والتدريب المستمر والدورات المتقدمة والمتخصصة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين. وخلال لقائه نظيره السعودي عبد اللطيف الشيخ، أضاف وزير الأوقاف أن الأئمة يدرسون في أكاديمية الأوقاف الدولية علوم اللغة العربية ودورات الحاسب الآلي إلى جانب المكون الشرعي والثقافي، ويقوم بالتدريس في هذه الدورات علماء متخصصون في جميع المجالات.
أعلنت وزارة الصحة خروج 1546 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 390489 حالة. وفي بيان الوزارة اليومي أعلن التسجيل 2117 حالة إيجابية جديدة و56 حالة وفاة. استقال قائد شرطة أوتاوا الكندية بيتر سلولي وسط انتقادات بالتعامل بالقوة مع تظاهرة قافلة طائق الشاحنات التي لا تزال تسيطر على وسط العاصمة الفيدرالية. وجاءت استقالة سلولي بعد يوم من استدعاء رئيس الوزراء جاستن ترودو لقانون الطوارئ، وهو قانون يمنح الحكومة الفيدرالية مزيدا من السلطة لكسر الحصار. وتم تأكيد استقالة سلولي من قبل وزير السلامة العامة الكندي ماركو في مؤتمر صحفي أعلنت فيه تخفيف إجراءات فيروس كورونا المتعلقة بالمسافرين. ختام موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. مما لا شك فيه وواضح جدا الحقيقة، وشايفين بعينينا شهادات كتيرة جدا من مؤسسات دولية زي البنك الدولي ووكالة موديز بتشيد بقدرة الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات فيروس كورونا والتعافي السريع لعدد من القطاعات المهمة. عشان كده هذه المؤسسات بتتوقع أن معدلات النمو السنة دي هتوصل لـ 5.5%. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع عشان نتكلم عن هذا الإنجاز بشكل مفصل أكتر. لا يزال الاقتصاد المصري يحقق نجاحات وإنجازات استثنائية ويسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك رغم جائحة كورونا، خاصة مع انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج. وهذا أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية. وتوقع البنك الدولي بأن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، ويرتفع النمو من 3.3% للسنة المالية 2020-2021 إلى 5.5% للعامين الماليين 2021-2022 و2022-2023. تلك التوقعات مدفوعة بكل من تعافي الاقتصادات العالمية وخاصة الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، فضلاً عن عودة تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتعاش قطاعات التشييد والبناء والعقارات. وتوقع البنك الدولي بأن يكون هناك تراجع في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% في العام 2022-2023 بالمقارنة ب 7.2% في العام 2021-2022. البنك الدولي أشاد أيضاً بصمود القطاع المصرفي المصري في وجه تحديات أزمة كورونا ومواجهته الجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة، حيث إن السلامة المالية للبنوك لا تزال ملائمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا. وتوقعت وكالة موديز أيضاً تحسن تصنيف مصر الائتماني بفضل استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين، حيث إن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية بالتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة. يعني خلونا بقى ناخد قراءة تفصيلية للاقتصاد المصري والنمو اللي حققه من خلال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. نور على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. يعني دكتور، شايف ازاي اشادات المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات بالاقتصاد المصري اللي بتخرج يوم بعد التاني؟
طبعا إشادة دولية مهمة جدا، وبالأخص كمان في التوقيت الحرج اللي بيمر بيه العالم كله وبالأخص الاقتصاد العالمي اللي احنا شايفين يمكن عديد من الصدمات على مستوى الاقتصاد العالمي. مش بنتكلم حتى على جائحة كورونا اللي ما زالت مستمرة، لكن أصبح كمان هناك تحديات كبيرة جدا صحيح. على مستوى الاقتصاد العالمي زي التوتر السياسي اللي شايفينه والأمني اللي موجود في منطقة اليورو، زي مشاكل أو تجدد الصراع الصيني والولايات المتحدة الأمريكية. دي كلها تحديات وإحنا جزء من هذا العالم، فلما يبقى فيه إشادة بصلابة الاقتصاد المصري وقادر إن هو يستمر في تحسن مستويات النمو فيه وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية فيه في ظل التحديات العالمية دي كلها، نعم. أكيد ده أمر لابد إن احنا نفخر بيه، لأن احنا لو كنا فعلا في ظروف مستقرة على المستوى العالمي لا كان هيبقى أداء الاقتصاد المصري كمان ومشروعاته بشكل أفضل كمان مما تحقق. لكن لما نيجي نشوف حجم الإنجازات والتحسن على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا هو يعني الحمد لله نتيجة إصلاحات اقتصادية قمنا بها على مدار سنوات وتنسيق واضح ما بين كافة المؤسسات والوزارات وبالأخص طبعا المجموعة الاقتصادية واللي كان ليها طبعا يعني رؤية مهمة جدا. لا وخاصة كمان يا دكتور ان الإشادات دي جاية من جهة محايدة كمان. بالضبط، لا احنا عندنا المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى طبعا، يعني بيجي دايما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبياليهم بعد كده وكالات طبعا وكالات التصنيف الائتماني فيتش ومودلز. بالضبط، فيتش ومودلز وغيره. نعم. دول يعني لا يجامل احد على فكره. انا يمكن لو احنا افتكرنا بس مع بعض وكاله فيتش قبل كده لما كانت كتبت تقرير عنا في 2013 و2012 كانت بتتحدث عن الاقتصاد المصري يمكن بحديث اغضب الكثيرين، بس احنا ساعتها يمكن كان نبضنا يعني جاي شويه من جانب العاطفه، لكن هو كان شايف ان الوضع صعب جدا. دلوقتي هي نفس الوكالات دلوقتي اللي بتشيد، فده اكبر دليل ان هي ما بتجاملش الاقتصاد، ولكن كمان هو نتيجة تحسن ملحوظ وبالأخص يمكن على الجزء المتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي اللي الحمد لله ابتدى يحصل فيها تحسن بشكل كبير جدا عن الأعوام الماضية الخاصة بأعوام الجائحة. طيب دكتور علي، الحقيقة أنه بالفعل الدولة المصرية اشتغلت على أكثر من محور عشان نقدر إن احنا نعدي في هذه المرحلة الصعبة، ويمكن كانت خلال خطة استباقية. لكن خليني أسأل حضرتك على نقطة أخرى، وهي حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة اللي يعني بيحسن حياة 60 مليون مصري. ده يا فندم برضو يعني بشكل أو بآخر خلينا نقول إنه حسن البنى التحتية، حسن من صورة مصر كمان أمام العالم كله، خاصة في وقت زي ما حضرتك بتقول دولة بتحاول أنها تتعامل مع جائحة كورونا وبتحاول أنها يعني تعيد ثقة المستثمرين مرة أخرى في مصر وبالفعل أدت. عايز أعرف من حضرتك يا فندم يعني سر الارتباط أو لأي مدى مشروعات حياة كريمة قدرت أنها تنعكس كمان على ثقة المجتمعات الدولية في الاقتصاد المصري وفيما يحدث من مصر في القطاعات التنموية والتنمية المستدامة تحديدا. الفكرة كلها مرتبطة بأن الدولة مش بتتحرك بس خلال السنوات الماضية وحتى الآن على إصلاحات على الجانب الاقتصادي فقط، ولكن هو إصلاحات على الجانب الاقتصادي وأيضا على الجانب الاجتماعي اللي بيعتبروا الاثنين مرتبطين ببعض. يعني بمعنى أن إصلاحات اقتصادية دون النظر إلى الجانب الاجتماعي ما كانش هيبقى ليها العائد والمردود المهم على المواطن. ومن هنا الدولة ابتدت أن هي تتحرك على كمان كتير من التحديات اللي كان بيواجهها المواطن على مدار عقود. يعني احنا لما بنتكلم على تطوير الريف المصري بنتكلم على محاور التنمية واللي كلها بقت تحت مظلة مبادرة مهمة جدا ومشروع قومي وهو حياة كريمة، ده بالتالي قدر ان هو
يأكد للعالم كله، يأكد للمواطن ازاي ان الدولة بتتحرك لتقديم ما هو افضل وما هو يستحقه المواطن العربي من حيث الخدمات. والخدمات ديت مش مرتبطة بس بالبنية التحتية التقليدية اللي هو توفير مية وكهرباء ووفاء صحي وخلافه من هذه الخدمات، ولكن ايضا على مستوى بناء الانسان المصري، تقديم صحيح. خدمات افضل على مستوى التعليم، بناء كوادر كمان مصريه، وايضا انشاء مجمعات صناعيه وتوسع عمراني. يمكن فعلا في اصعده كتير قوي اشتغلنا عليها، وده بالفعل رجع ثقه المستثمرين. وشفنا يمكن وقت جائحه كورونا يا فندم، شفنا ان الاستثمار المباشر في مصر كان من اعلى نسب الاستثمار في العالم خلال هذه الجائحه. احنا يمكن استقطبنا اكبر حجم من الاستثمارات الاجنبيه المباشره على مستوى القاعدة الفقرية بحوالي 5.9 مليار دولار، وده يمكن كمان في ظل ظروف الجائحة وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بأكثر من حوالي 42% تقريبا. لكن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن ابتدى نسبيا يحصل فيه تحسن، وده اللي هيبقى بإذن الله لي مردود ان هي تزيد حجم الاستثمارات الوافده الى الدوله المصريه في ظل يعني يمكن التعافي التدريجي من عوامل الجائحه. لكن في نفس الوقت يمكن الوضع الخاص بالطاقه والصراعات الامنيه على مستوى العالم يمكن هي شويه اللي بتعمل حاله من حالات عدم اليقين لدى عديد من المستثمرين. لكن احنا كدوله قدرنا ان احنا نهيئ مناخ الاستثمار بالنسبه لنا، يعني احنا يعني هو فكره كمان ان تحقيق يعني تهيئ مناخ الاستثمار ده يعني ما جاش من فراغ، لان الدوله ماشيه بخطوات ثابته. يمكن اول خطوه كانت الاصلاح الاقتصادي يعني، ومن ثم هيبقى في او حاليا شغالين على الاصلاح الاداري. وهنا فكره الاصلاح الاداري هي قائمه على تعظيم الاستفاده من عدد من القطاعات ذات المردود الاقتصادي الكبير، اللي بطبيعه الحال هتشارك في رفع معدلات النمو. دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. طيب نروح لموضوع آخر، ونروح لجامعة الإسكندرية واللي بتنظم خدمة تعليمية جديدة من خلال استضافة مشروع تطوعي لتعليم ذوي الهمم، علمهم مهارات إدارة الأعمال. ده هيكون ليه مردود بكل تأكيد كبير جدا في تأهيل قادرون باختلاف لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة خاصة ليهم. خلينا نتعرف أكتر على هذا الموضوع تحديدا من دكتورة منى المعز، مدير مركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية. صباح الخير حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير على أهلا بحضرتك. في البداية نتعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين على الدور اللي بيقدمه مركز خدمة الطلاب لمساعدة قادرون باختلاف في الجانب التعليمي. مركز طه حسين، خليني أدي حضراتكم بس فكرة عن تاريخ المركز. هو الحقيقة المركز كان في البداية في السبعينات تم إنشاؤه لتقديم خدمات للطلاب المكفوفين التابعين والمنتسبين لكلية الآداب جامعة الإسكندرية فقط. سنة 2018 وزارة التعليم العالي وجامعة إسكندرية مضوا اتفاقية تعاون وبروتوكول تعاون مع هيئة الأميديست ومؤسسة حلم ويو اس ايد لتطوير المركز ليصبح مركز داعم ويقدم خدماته لجميع الطلاب جامعة الإسكندرية من الأعاقات المختلفة والمنتسبين لجميع الكليات. طبعا من 2018 تم افتتاح المركز في مارس 2021، والحقيقة طوال الفترة دي احنا مش بس اهتمينا ببناء مركز متاح هندسيا ومجهز بأحدث التجهيزات للطلاب، ولكن طبعا احنا بنركز على بناء الإنسان وحصول طلابنا على تعليم عادل ودامج طوال فترة التعليم الجامعي. وطبعا ده حدث بعد قانون الإعاقة رقم 10 سنة 2018 اللي صدر طبعا بدعم سيادة رئيس الجمهورية في هذه الفترة. مركز طه حسين هدفه الأساسي زي ما قلت لحضراتكم دمج الطلاب في عملية التعليم الجامعي وتوفير الخدمات يعني والتيسيرات طبعا المناسبة لطلابنا كل حسب إعاقته. يعني مثلا احنا عندنا 9 أقسام في المركز، عندنا قسم شؤون الطلاب،
قسم شؤون الطلاب يعتبر حلقة الوصل ما بين الطالب وشؤون الطلاب الكلية المنتسب إليها الطالب. إحنا بنخلص له كل الإجراءات اللي كانت بتعتبر يعني صعبة على الطلاب الطالب اللي يقوم بها من تقديم انتساب لكليات النتائج، لو في أي مثلا تظلمات إحنا اللي بنعملها للطلاب. عندنا قسم البرايل إن بنحول المحاضرات والكتب الدراسية إلى كتب مطبوعة للبرايل، طبعا مش كل الكتب، بعض الأجزاء منها. عندنا قسم استوديو التسجيلات بنحول فيه المادة التعليمية المكتوبة لمادة مسموعة، لأن لطلاب طبعا المكفوفين وطلاب الهاقات الذهنية اللي هم طلاب الدمج. عندنا قسم الفنون، احنا طبعا بنهتم طبعا برضو بالجانب اكتشاف مواهب الطلاب، وعندنا اول فريق استعراض مدمج من طلاب مكفوفين وطلاب اعاقات ذهنيه وكمان طلاب اعاقات سمعيه. الحقيقه عندنا قسم الانشطه والدمج والتدريب، ده معني بتدريب الطلاب على جميع المهارات اللي يحتاجها الطالب ليؤهل لسوق العمل. واحنا عندنا 7 معامل مجهزه معامل كمبيوتر، لان احنا الطلاب بيدخلوا الجامعه، الطلاب من ذوي الاعاقه بيدخلوا الجامعه. دكتوره منى، واحنا بنتكلم على برنامج او برامج التدريب الخاصه بالمركز، نروح لمشروع تعليم ذوي الهمم اداره الاعمال تحديدا، مده البرنامج بتصل لكام يوم تقريبا فيه؟ احنا عندنا البرنامج هيكون لمده شهر. نعم. بمعدل مرتين في الأسبوع، كل مرة 4 ساعات، يعني إجمالي 32 ساعة. طبعا يعني المشروع ده مهم لولادنا جدا. الريادة طبعا ليست حكر على فئة معينة دون الأخرى، وطلابنا عندهم أفكار ريادية، ولكن ينقصهم التشجيع ان هم صحيح. يبداوا يعبروا عن افكارهم وما يخافوش ان مثلا الاعتماد على النفس تكون بالظبط، وان الافكار تكون دون المستوى. هم في مشكله لسه في دمج الطلاب واندماجهم في المجتمع. فرياده الاعمال مهم جدا. نسبه الاشخاص من ذوي الاعاقه في مصر تصل ل 15%، اكيد مشاركتهم ومعرفتهم بريادة الأعمال هتساهم في الاقتصاد المصري، وكمان هتغير من حياتهم وهتمكنهم، وده طبعا الهدف الأساسي من كل التدريبات اللي احنا بنقدمها للطلاب، التمكين، وان احنا متماشيين مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، اللي هي اول يعني شرط فيها جودة الحياة أو الأشخاص من ذوي الإعاقة. هم طاقات بشرية الحقيقة يجب استغلالها يا فندم. طبعا احنا بالزبط. بنشكرك جزيل الشكر، وخطوة مهمة وإيجابية وهدف نبيل حقيقة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منى المعز، مدير مركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الإسكندرية. طيب مشاهدينا، خلينا نروح بقى لأخبار الرياضة المحلية والعالمية مع منى اتفضلي. شكرا لك جوانا، أهلا بكل مشاهدينا من جديد. موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، اهلا بيكم. هنبتدي مع بعض اخبارنا مع نادي الزمالك ومباراته امبارح مع سموحه، واللي كسب فيها نادي سموحه نادي الزمالك بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالاسكندريه في الجوله 9 للدوري الممتاز. سجل ثنائيه سموحه صديق كلابا في الدقيقه 65 من عمر المباراه، وفي الدقيقه 78 احتسب الحكم ركله جزاء لسموحه سجل منها عبد الكبير الوادي الهدف الثاني. وفريق غزل المحلة اتعادل مع المقاولين العرب بنتيجة 1-1 في الجولة 9 من مسابقة الدوري العام. بالنتيجة دي وصل المقاولين للنقطة 7 وغزل المحلة للنقطة 11.
فريق الأهلي اتدرب امبارح على ملعب التتش عشان يستعد لمباراة الهلال السوداني واللي هتتلعب يوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. قبل ما التدريب يبتدي، بيتسو موسيماني حرص على إنه هو يعمل محاضرة نظرية مع اللعيبة جوه الملعب للكلام عن مواجهة الهلال السوداني، وبكده لعب الفريق فقرة إحماء تحت قيادة كابيلو مخطط الأحمال. اتأكد غياب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر من مباريات المنتخب الوطني ضد السنغال اللي هتتلعب الشهر اللي جاي في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم. المسؤولين في منتخب مصر أكدوا غياب حجازي لأن اللاعب مصاب بتمزق في أوتار العضلة الضمة، وده خلال اللقاء اللي لعبه منتخبنا قدام المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. بنتمنى له السلامة والصحة. كمان النجم البرازيلي بيليه صاحب 81 سنة رجع للمستشفى مرة تانية لمواصلة العلاج من ورم في القولون بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في سبتمبر اللي فات، وكتب أسطورة كرة القدم وقال: أصدقائي، زي ما كنت بعمل كل شهر أذهب للمستشفى لمواصلة علاجي. فريق مانشستر يونايتد فاز على فريق برايتون بنتيجة 2-0 خلال اللقاء اللي جمع الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة 18 والمؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، وبرايتون في المركز التاسع برصيد 33 نقطة. أما مانشستر سيتي الإنجليزي فاز على فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 5-0 في اللقاء اللي اتلعب امبارح في ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل السيتي لدور ال 16 لدوري الأبطال برصيد 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب مجموعته. فريق باريس سان جيرمان حقق فوز امبارح على فريق ريال مدريد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. هدف المباراة الوحيد سجله كيليان مبابي في الدقيقة 94 من عمر المباراة. نهاية موجز الرياضة، خلينا نرجع تاني للزملاء أحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا في صباح الخير. اتفضلي يا أحمد. شكرا ليك يا منى، ويعني لسه مكملين معاكم فقراتنا، لكن قبل ده خلونا نفكر حضراتكم بسؤالنا النهارده في الحلقه الخاص بيه: ايه ابسط حاجه ممكن تخليني مبسوط اكتر؟ وروحوا ناخد عرض كده لمجموعه من التعليقات اللي جات لنا. في احمد فرج بيقول: صباح الخير والسعاده عليكم وعلى مصر كلها، ابسط حاجه هي لما بصبح عليكم، واحنا كمان بنصبح عليك يا احمد بالتاكيد يعني. طيب في مير محمود بيقول او بتقول: يعني ابسط حاجه لما ابدا يومي مع البرنامج، برنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا ميرو او عليك، انا مش قادره يعني اعرف، بس صباح الخير عامه. طيب في سما بتقول: صباح الخير عليكم، اسعد شيء اني اصحى الصبح على ضحكه ماما، ربنا يعني يديها الصحه وطولة العمر، ودعواتها، واروح المدرسه وانا مبتسمه اقابل مدرساتي واصحابي. طيب في كمان هدى علي بتقول: ابسط حاجه اني اصبح عليكم وعلى كل حبايبي واصحابي واطمن عليهم. صباح الخير عليك يا هدى. طيب في دكتوره غاده كمان بتقول لنا: في صباح ليلة النصف من رجب، يعني كل سنة وحضرتك طيبة طبعا، اللهم أرنا عجائب قدرتك في تحقيق ما نتمنى، اللهم من نام على ضيق فأيقظه على فرج، اللهم أمطر على قلوبنا أخبار سعيدة تدمع عيوننا فرحا حين سمعها. يعني ما فيش أحسن من الدعاء ده طبعا. بنشكر حضرتك يا دكتورة. أمين. في أشرف نصر الدين بيقول: صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير عليك. بيقول: أبسط حاجة ببدأ بيها يومي فنجان القهوة اللذيذ وسط أولادي وزوجتي، بيبقى يوم جميل. ربنا يخليكم لبعض. أحمد ما شاء الله ليه صاحب برضو يعني عارفة دماغ كده يعني. القهوة الصبح دي موضوع مهم جدا على فكرة. أنا هقعد جنبه على فكرة. طيب في ماهر عطلة بيقول: الصلاة وذكر الله، يعني أكيد طبعا ما فيش أحسن منها. طيب في بلال همام: ابسط حاجه يعني افتح التلفزيون واشوفكم. يعني والله يا جماعه شكرا ليكم انتوا، دي بقى الحاجات اللي بتبسطنا احنا، يعني شكرا ليكم والله كلكم. في معانا سيد زكي بيقول: دعوه الام وانت خارج، اكيد طبعا ما فيش احسن من دعوه الام، يعني روح يا ابني الله ربنا يستر لك طريقك، عارفه تحسي دعوه كده انت ماشيه بثقه، اعملي كل اللي انت عاوزاه خلاص اللي يحصل يحصل طبعاً. بقى خلال اليوم. في جيهان محمد عبد العزيز الشريف
بتقول صباح الخير احمد وجمانة ومنا. صباح الخير يا جيهان. مفيش احسن من ابتسامه بشوشه من القلب وكلمه حلوه ونكته لذيذه تخليني اضحك من قلبي حتى وانا مش قادره اضحك. لا ليه؟ يا رب دايما تكوني قادره تضحكي. طيب في بلال همام بيقول ابسط حاجه اني افتح التلفزيون واشوفكم، يعني زي ما قالت جمانة دي اكتر حاجه بتسعدنا طبعا، يعني اللي احنا نكون ضيوف خفاف على قلوبكم كده على الصبح يا رب دايما يعني. طيب في كمان مانو طه بتقول ابسط حاجه اني اقوم من النوم واشوف ابتسامه امي ودعائها ليا، ربنا يخليكم لبعض. فكل اللي تحس القاسم المشترك او العامل المشترك ما بين التعليقات اللي جايه لنا كلها هي الابتسامه، زي ما قلنا يعني نرجع برضو الاول للحلقه هنلاقي ان احنا كلنا اجمعنا ان فكره الابتسامه الصدقه اللي انت بتبص فيها في وشوش الناس. تعليقات كتيره قوي يعني محتاجه بصراحه يعني ساعات وساعات علشان احنا نسردها ونقولها لحضراتكم، واكيد هنتابعها معاكم ونعرضها خلال الفقره ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يقدرنا. لكن دلوقتي خلونا نطلع لفاصل ونرجع ونكمل معاكم الكلام في صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيشارك في اجتماعات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي في مقر الاتحاد الاوروبي في عاصمة بلجيكا بروكسل. السيد الرئيس هيركز على مختلف الموضوعات اللي بتهم الدولة الإفريقية، الدول الإفريقية تحديدا، وخصوصا الملفات اللي بتعزز الجهود الدولية لتيسير اندماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي. طيب خلونا نعرف تفاصيل يعني هذه القمة وقراءة لأهم ما سوف يتم مناقشته على طاولة النقاش من خلال الأستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية. من صباح لحياك أستاذ. صباح الخير يا فندم. يعني في البداية قمة ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، أهمية هذه القمة للاتحادين. يعني بداية خلينا نقول أن هذا النموذج من القمم خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يمثل قوة فاعلة جدا في مسار العلاقات الأفريقية مع قوى العالم المختلفة. وكان في قمم شبيهة عقدت على مدار سنوات ماضية زي الأفريقية الروسية والأفريقية الألمانية والصينية واليابانية، صحيح، أثرت جدا، والفرنسية أثرت جدا في مسار العلاقات. خلال هذه القمم بما فيها القمة اللي بنتحدث عليها عنها اليوم، مثلت مصر جسر تواصل قوي جدا ومعبر قوي لعرض قضايا القارة الأفريقية على طاولة المفاوضات طوال الوقت. يبقى مصر مش بس موقع استراتيجي من العالم جغرافي، لكن كمان أصبحت مصر في موقع استراتيجي مؤثر سياسي جدا في قضايا القارة الأفريقية. بالرجوع للقمة اللي بنتكلم عليها، هي القمة السادسة وكانت الأولى منها في العام 2000 عقدت في مصر، وتم طرح خارطة طريق العلاقات الثنائية ما بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي خلال هذه القمة. صحيح. ثم عقدت بعد ذلك بالتوالي كل 3 سنوات باستثناء العام 2020 توقفت بسبب كورونا. قضايا عديدة هتطرح في هذه القمة، ملفات إفريقية هامة، ربما واضح جدا من الاسم بأن قارتان تشتركان في رؤية التنمية 2030. إذن جهود التنمية وإحلال الأمن والسلم في القارة الأفريقية على رأس الموضوعات الأساسية لهذه القمة. طيب أستاذ رامي، ممكن البعض يعتقد أنه قمة إفريقية أوروبية، القارة الأفريقية هي قارة زي ما كنا لسه نتكلم قبل الهواء، قارة بكر مريئة بالموارد، ويعني فيها طاقات كتير جدا إن كان بشرية أو إن كان طاقات حتى تستخدم وموارد كتير جدا. عايز أعرف من حضرتك سر اهتمام يعني الدول الأوروبية المتقدمة وما إلى ذلك بأنها تتعاون ويكون في تضافر للجهود مع القارة الإفريقية، لأن البعض ممكن يعتقد يعني إيه اللي هتستفيد الدول الأوروبية من القارة الإفريقية وإنه الطرف الأوروبي هو الأقوى. يعني القارة الإفريقية هي أحد أهم القارات المؤثرة في اقتصاديات وأمن وسلامة العالم في هذا التوقيت. أولا هي قارة 30.4 مليون كيلومتر مربع وعدد سكان 1.4 مليار نسمة، إذن هي سوق قوي جدا للعالم، هي أيضا مصدر للمواد الخام لكافة الصناعات، بالتأكيد هي يعني موطن للأمن والسلم أو العكس في العالم. صحيح. يعني بؤر الصراع في أفريقيا تؤثر كثيرا على العالم لأنها تتصدر عنها مشكلات سياسية وأمنية
وإرهاب قد يصدر لدول أخرى. العلاقات ما بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي هي علاقات قوية جدا، أهم شريك للقارة الأفريقية هي القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي. علاج المشكلات في القارة الأفريقية بمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر يصل لمرحلة الوجوب، لأن القارة الأفريقية منفردة لن تستطيع تجاوز تحديات عديدة تواجهها عبر سنوات، ولصالح العالم كله أن تتقدم الأمور في القارة الأفريقية نحو مزيدا من التنمية المستدامة ونحو مزيدا من الأمن والسلم والاستقرار. نعم، يعني صورة محاولة بتتكلم على التنمية المستدامة تحديدا، يمكن من أهم الملفات المطروحة فكرة اللي هي تعزيز مشاركة الدول المتقدمة لإتاحة البنى المعلوماتية للدول النامية في إفريقيا، إيه أهمية ده في التنمية المستدامة؟ بالتأكيد أفريقيا بتحتاج من الاتحاد الأوروبي وبتنتظر منه أولا المساهمة في نقل مبادئ الصناعة للقارة الأفريقية، نقل الخبرات، نقل الخبرات تحديدا في مجال الطاقة المتجددة وحلول التنمية المستدامة، حل مشاكل الزراعة والنقل والخدمات المختلفة. بالإضافة لأن أيضا الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة، الاتحاد الأفريقي يضم 55 دولة، لكن يمكن تبادل يعني كثيرا من الخبرات ما بين الاتحادين في مجال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لأداء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. بفترض أن يعني قضايا عديدة لها علاقة بالتنمية، جذب الاستثمار سوف تكون يعني معروضة وبشدة للتفاوض خلال هذه القمة، ويتوقع أن يعني تنتهي القمة بحزمة قوية جدا من الاستثمارات الأوروبية في القارة الأفريقية. طيب أستاذ رامي، هذه القمة، القمة الأفريقية الأوروبية الحقيقة يعني بتتناول العديد من الموضوعات، وموضوعات هامة جدا، وموضوعات تحتاج العمل عليها لفترة طويلة، خطة طويلة الأمد، زي التغير المناخي وأيضا التعافي من جائحة كورونا. لكن دايما يعني الألف ميل تبدأ بخطوة، عايز أعرف من حضرتك المستهدفات أو الخطوات التي سيضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطاولة. يعني هي بالإضافة للمسار الرئيسي أو المحدد الرئيسي للقمة، الرئيس مهتم جدا بإثارة قضايا لها علاقة بأولا الديون الأفريقية وإعادة جدولتها وحذف قليلا من فوائد خدمة الديون، لأن الدول الأفريقية تأثرت جدا بعد جائحة كورونا، تأثرت الموازنات والميزانيات بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول الأفريقية في مواجهة الجائحة، وسوف تعاني في السنوات القادمة اقتصاديا بسبب هذه الجائحة. أيضا التنسيق وتبادل الرؤى في القضايا الإقليمية المؤثرة، نعلم جميعا أن هناك عدة نقاط في القارة هي مناطق صراع، إما صراعات مستديمة عبر سنوات لا تنتهي، وإما صراعات متكررة ما تلبس أن تنتهي إلى أن تبدأ من جديد. هناك قضايا إنسانية في شرق القارة، في غرب القارة، هناك تنامي لعمل الجماعات الإرهابية في منطقة القرن الأفريقي وفي منطقة الساحل والصحراء. وأحد القضايا الهامة التي تهتم بها مصر منذ طوال الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأمن والسلم، وترى مصر بأن يعني الحل الأمثل للوصول لتنمية هو أولا الاستقرار وعلاج المشاكل الأمنية، ثم تأتي بعد ذلك يعني أمال التنمية المستدامة. نعم، يمكن من أهم برضو الملفات المطروحة أو التي سوف يتم عرضها هي الجهود المصرية في القمة المزمع عقدها في نوفمبر القادم COP27 الخاصة بتغيرات المناخ. أيضا سوف يتم عرض ما تقوم به مصر حاليا من جهود لخروج هذا المؤتمر بشكل يعني يتناسب مع التغيرات المناخية المتاحة، وأيضا خروج أفكار. أهمية طرح ده في قمة بحجم قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. يعني مصر خلال السنوات السابقة نجحت جدا في إدارة عدد كبير من الملفات والقمم، ويأتي في الأفق الآن قمة المناخ 27 في نوفمبر من العام الحالي. سوف يكون استعراض جهود مصر واستعدادها وخطط عملها لهذه القمة أحد أهم الأساسيات في هذه القمة الحالية في بلجيكا. مصر بتستعد لعرض قضايا الدول الأفريقية المتأثرة بشدة من التغيرات المناخية، وفتعاني اقتصاديا وتدفع ثمن قضايا لم تكن أبدا طرفا فيها. صحيح. وبالتالي مصر تتحدث الآن عن مشاكل القارة الأفريقية، وهي خير متحدث عن مشاكل القارة الأفريقية، وهي موضع ثقة من الدول الأفريقية وموضع استماع للرؤية المصرية وتقدير كبير جدا من القوى الخارجية الكبرى لما تطرحه مصر من حلول وقضايا إفريقية.
لكن العرض ده تحديدا يعني استاذ رامي بيخلي او يعزز من مشاركه رؤساء الدول في هذه القمه؟ بالتاكيد العالم يعلم الان اهميه المناخ، اهميه الاثار السلبيه لاي مشكلات بيئيه. الرئيس منذ ايام كان في قمه محيط واحد، هي ايضا كانت مؤثره جدا. الان عندما نتحدث عن تغيرات مناخيه يعني نتحدث عن اقتصاد، نتحدث عن تكلفه اقتصاديه، تستطيع الدول ان تتحمل هذه التكلفه ولا تستطيع دول اخرى ان تتحمل هذه التكلفه، وبالتالي تصبح احد ابرز ضحايا ازمات من دول صناعيه كبيره عليها الان ان تلتزم بواجباتها تجاه الدول الاخرى. استاذ رامي، الحقيقه من الملفت جدا للنظر خلال تواجد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدوليه، لا يتحدث فقط باسم مصر انما يتحدث باسم القاره الافريقيه في كل القضايا، ان كان تغير المناخ، التعافي من كورونا، التمويل اللازم للقاره الافريقيه وما الى ذلك. وكمان نقطه مهمه، وانه مصر الان بتتكلم من نقطه وموقف قوه نظرا للتنميه يعني الخطه المدروسه والاستراتيجيه اللي بتسير بها الدوله المصريه، ده حسب اشادات دوليه. عايز اعرف من حضرتك يا فندم رؤيتك لهذه النقطه تحديدا. يعني هذه النقطه تحديدا صحيحه تماما، حتى ان الدول الافريقيه تتعلق املها شعوبا وقيادات ودول وحكومات بمصر الان، لانها خير متحدث. جميع القمم التي اشتركت فيها مصر على المستوى الدولي حملت القضايا الافريقيه جنبا الى جنب مع كافه القضايا المصريه. بالتاكيد مصر دوله افريقيه ويسري عليها ما يسري على الدول الافريقيه، لكن مصر تلتفت لكل القضايا الافريقيه، حتى القضايا الافريقيه التي يعني لا ترتبط بمصر او لا تتداخل مع مصر. والعالم يحترم ذلك الان، ومسار الاصلاح او مسار حل القضايا الافريقيه يبدا بخطوات طويله المدى. مصر مستمره فيه وتستكمل من قمه الى قمه. يعني باذن الله انا ارى ان مصر الحمد لله تتصدر المشهد الافريقي بشكل مرضي جدا لتطلعات الشعوب الافريقيه. يعني اذا نحن نتحدث عن مسؤوليه دوليه مشتركه لمواجهه التحديات الموجوده سواء كانت في القاره الافريقيه او في دول الاتحاد الاوروبي. في اطار هذه المسؤوليه المشتركه، ازاي اللي انا اقدر اعزز من وجود دول كبرى يعني بحجم مثلا الدول المتواجده في الاتحاد الاوروبي تحديدا لاعاده دمج الدول النامية في افريقيا في الاقتصاد العالمي؟ هو لم يعد الامر خيارا الان، يعني ترابط العالم الان امنيا واقتصاديا اصبح يعني واضح جدا. عندما تحدث ازمه في اي نقطه من العالم تؤثر على نقاط جغرافيه بعيده جدا. اذا الان اصبح لزاما على الدول المتقدمه الاتحاد الاوروبي ان تساعد نظيرتها في الدول الافريقيه، والا سوف تتحول الازمات تباعا من افريقيا الى اوروبا. الان فكره نقل الصناعه والتكنولوجيا الى القاره الافريقيه تبدو مهمه جدا في هذا التوقيت. كانت سابقا تبدو وكانها خيار. أما الآن تعاني دول أوروبية من مشاكل اقتصادية، وبالتالي أصبحت أفريقيا مرجحة وبشدة لاستيعاب الصناعات المتطورة الآن بديلا لأوروبا، لأن يعني موارد الطبيعة موجودة لطاقة متجددة، الخامات موجودة، والديموغرافيا سلاسل الإمداد بالضبط في ظل تعطل سلاسل الإمداد والتموين والتي حدثت بعد كورونا والأزمات الاقتصادية، أصبح التوجه الآن خارج القارة الأوروبية في اتجاه أفريقيا وهي المرجحة لاستقبال ذلك، بما تحويه من ديموغرافيا شباب وقوى عاملة وإمكانيات جيدة جدا وتوافر مواد خام، أصبح أمر شديد الأهمية. وأيضا على الدول المتطورة أن تعلم جيدا بأن أزمة مثل أزمة كورونا لو لا قدر الله وتكررت مرة ثانية ولم يكن العالم مستعدا لها ربما يدفع الجميع ثمنا باهظا. أكيد. طبعا احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الافريقيه، يعني نورتنا في صباح الخير يا مصر. نشكرك على كل هذه الايضاحات يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا استاذ رامي. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا، كنا معاكم على مدار 3 ساعات من 7 صباحا ولحد 10 صباحا، ويعني نلقاكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر ان شاء الله. طبعا بكره ان شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون مع حضراتكم من الساعه 7 لغايه الساعه 10 صباحا. يومكم سعيد، وان شاء الله ان شاء الله يوم مليء بالتفاؤل والخير. صباح الخير والسعاده على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. هذا البرنامج برعايه